بدايته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير. اللهم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل مع الدرس الثالث في دورة العقيدة من كتاب قواعد العقائد للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبشيوخنا في الدارين آمين. وصلنا إلى مسألة الكلام. قبل نبدأ في الحديث عن مسألة الكلام وصفة الكلام، فقد تصحيح لمسألة ذكرتها أظن في الدرس الفارض أو الذي قبله، لما ذكرنا مسألة الأكل بالشمال، ذكرتها مسألة الأكل بالشمال وقلنا أنه الحرمة وفيها الحرمة، ولكن هناك من نبهني ورجعت المسألة فالقول الجمهور هو الكراهة ليست الحرمة، أن يكره الإنسان يأكل بشماله. هناك بعض علماء من قال بالحرمة، ولكن القول المعتمد هو أنه يكره الأكل بالشمال ويقول أنه من سوء الأدب الإنسان يأكل بشماله. فقط هذا تصويب حتى تكون مسألة معناها للأمانة العلمية. بطبيعة تعرف الفرق بين المحرم والمكروه ولا ما تعرفوش؟ المحرم ما يأثم فاعله، والمكروه ما لا يأثم فاعله لكن يثاب على تركه. المكروه لما تتركه عندك ثواب، لما تعمله ما عليكش إثم، إلا بطبيعة إذا كان الإنسان فيه انتقاص للسنة أو امتهان للسنة هذه ولي فيه إثم. إذا هو يفعل الشيء يعرف أنه السنة وهو غايته معارضة السنة، هذا بطبيعة حرمة وقد يؤدي به حتى أكثر من حرمة. طيب هذه نقطة ذكرتها. نواصل فيما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. قال: وأنه متكلم آمر ناهم. ما زلنا نتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى، وصل إلى صفة الكلام. وصفة الكلام هذه صفة وقع فيها كثير من الكلام بين علماء أهل السنة، سواء بين العلماء أهل السنة معنا فيما بينهم أو مع المبتدعة، لأن هذه الصفة صارت فيها ابتداع كبير، وكثير من الفرق ظلت في مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولهذا معناها علم العقائد سموه العلماء علم الكلام، يقولوا من بين أسباب التسمية هو أن صفة الكلام فيها كثير من الكلام، كثير تفصيل ونقاش وردود على المبتدع إلى آخره، فقالوا تحتاج إلى كثير من الكلام، وذلك سمي علم العقيدة سموه البعض علم الكلام، معناها من سماه البعض علم الكلام من هذا الباب. هناك من قال لأنه فيه كثير من النقاش مع الفلاسفة ومع غيرهم فيحتاج إلى كلام كثير حتى تفهم مسألة، فسموه أيضا علم الكلام. طيب هذا لا يهمنا تسمي من أين جاءت، لكن علم العقيدة يسمى أيضا علم الكلام. لما تقرأه في بعض الكتب يقول لك هذا مختص في علم الكلام أو متمكن في علم الكلام أي شيء من هذا القبيل، علم الكلام مراه علم العقيدة اللي يتعلق بالعقيدة مش الفلسفة. مش الفلسفة، بعض الناس يفهم علم الكلام مش يبالوا فلسفة، لا، علم الكلام هو العلم الذي يعتني مسائل العقيدة، معناها يبين الاستدلالات ويناقش المبتدعة والمخالفين، فهذا اسمه علم الكلام. قال: وأنه أي الله سبحانه وتعالى، الضمير هو يرجع على الله سبحانه وتعالى. قال: وأنه متكلم آمر ناهٍ واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. وهذا قول أهل السنة والجماعة، السادة الأشاعرة والماتريدية، هذا هو القول أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى متكلم، صفة ثابتة في حق الله. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذه تأكيد، أنه مش مجرد أمر مجازي بل هو كلام.
قال وعد متوعد، أي الله يعد المؤمنين بالجنة مثلا بالثواب، ويتوعد الكفار بالنار والعقوبة إلى آخره. فالوعد هو يتعلق بالخير وكل ما فيه أمر طيب، والوعيد عكسه كل ما فيه عقاب يسمى الوعيد. فالله واعد متوعد، الله وعد الطائع بالجنة وبحسن الثواب، ووعد وتوعد الكافر بسوء المصير وسوء الخاتمة وبالعقاب يوم القيامة. وكذلك المسلم العاصي أيضا، هذا أيضا توعده الله بعقوبة. والفرق بين المسلم العاصي والكافر أن المسلم العاصي لا يخلد في النار أبدا، يعذبه الله ما شاء أن يعذب ثم يخرج يرجع إلى الجنة. بطبيعة الحال هذا ليس أمر هين، بعض الناس يقول والله يعني ما دام ما عنديش كفر لباس، شمو في الجنة في نهار من النهارات لابد نشوف الجنة، أي لكن العقاب الذي يسبق ذلك راه مش هين. حط في بالك أن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني كش عذبك ربي مثلا ثلاثة أيام، نفترض هو ثلاثة أيام معنى 3000 عام، تخيل 3000 عام وتي في النار. بعض الناس يظن أنه أمر هين، لا ليس بهين أبدا. وجرب أرجع للبيت وخذ عود ثقاب ولا خذك البريكية وحط صبعك وشاعر وشوف قداش تحمل، تقعد درج درجين 5 ثواني، نتصور فماش واحد يقعد أكثر من 5 ثواني حاط النار في صبعه ويجبد يقول أح. فيوم القيامة عذاب جهنم 70 ضعف عذاب الدنيا في القوة. فننتبه، مش إنسان يبدأ يقول والله يا إحنا مدام مؤمن لباس، هي صحيح لا تخلد في النار ولكن النار راهي شديدة. فهذا من الوعيد، سمع وعد ووعيد، هذا كل يندرج تحت كلام الله سبحانه وتعالى. قال بكلام أزلي قديم قائم بذاته، هذا وصف لصفة الكلام، صفة الله سبحانه وتعالى أزلي ليس له بداية، قديم نفس الشيء، قلنا قديم وأزلي يشترك في أنه لا أول لله، قائم بذاته أي متصف الله به. على هذا علاش؟ ليبين خلاف كلام المعتزلة. المعتزلة يقول الله يخلق كلام يخلقه هذاك من مخلوقاته سمى كلام، هذا فيها خلاف أهل السنة. أهل السنة قالوا لا، الكلام هو صفة لله فهي قديمة أزلية. المعتزلة يقول الله يخلق كلام وهذا الكلام كل إنسان يأخذ ما تيسر له. فهذا ذكر قائم بذاته أي صفة لله، فالكلام صفة قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نرجع لك نأخذ حوصلة ملخص لما أخذناه من صفات الله سبحانه وتعالى، نعود نذكر بالتعريف صفة الكلام وبقية الصفات. قال لا يشبه كلام الخلق. بعض الناس يسأل يقول لك الله متكلم، إحنا متكلمون زاد، هل كلام الله يشبه كلامنا؟ فقال لا يشبه كلام الخلق، هذا ما بين ما يسمى المخالفة الحوادث. قلنا الله مخالف الحوادث، فمن بين مخالفته سبحانه وتعالى الحوادث أن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقات. قال لا يشبه كلام الخلق، مش يزيد يفصل، مش لا يشبه كلام الخلق وبعض الناس توصف كلام الله ببعض ما يوصف به كلام المخلوقات. قال فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرى. احنا كلامنا كيفاش فيه؟ فيه صوت، تسمع صوت اسمه كلام، فيه حروف إلى آخره تجمع مع بعض تصبح كلمات، وكلمة تجمع مع بعض تصبح جمل. فهنا قال ليس بصوت، احنا لما تكلم تسمعون الصوت هذا تسمعوا فيه. الله سبحانه وتعالى كلامه ليس بصوت، لأنه الصوت لماذا؟ لأنه الصوت يحدث باصطكاك جسم مع جسم، جسم يحك في جسم يصير صوت. واحنا شنو اللي يعطي الأمر الصوت؟ حبال الصوتية، حبال الصوتية تلصق تبعد حسب القرب حسب البعد يخرج أنواع الحروف وحدة ولا غلظ الصوت معروف. لذلك إنسان الحبال الصوتية متعرف تضرب مع شيء يتكلم أصلا، وتعرف ساعات في بعض الفنانين ولا الفنانات يصير لهم ما يسمى يقول لك نوديل دو شانتور، معناها مكان التهاب في الحبال الصوتية من كثرة ما العياط يعيط برشا فيقعد فترة ما يتكلمش، يعتزل معناها فترة الفن حتى يرجع يتعافى. هذا مثال باش نعرفوا أن الحبال الصوتية عندنا نحن هي مصدر الصوت، فهي أجسام. حبال الصوتية هي أجسام، هي أمور محسوسة، حبال صوتية تلصق تبعد فيخرج تخرج الحروف ويخرج حدة أو غلظ الصوت حسب معنى المسافة بين الحبال الصوتية. فما الصوت يخرج من التقاء جسم مع جسم، الله قلنا منفي عنه كل ما هو جسمي، فلا يعقل أن نقول الله يخرج منه صوت.
واضح المسألة ولا؟ لأن الصوت لا يخرج إلا من أجسام، والله وصفنا بأنه لا يكون جسم أبدا. هذه النقطة الأولى. قال ولا بحرف حروف، احنا كلامنا كله متكون من حروف هجائية، أبت فجح إلى آخره. قال ولا بحرف ينقطع بإطباق شفن تحريك اللسان. لما نقول أنا باء عند نطق بالحرف الشفة لسقط وبعد بعدت وانتهى الحرف. ماء نفس الشيء، فاء نفس الشيء، قاء، فصار زمن نطق الحرف، معنى الحرف عنده زمن معين ينتهي. فهذا من صفات المخلوقات أني نطق بالحروف، أي كلام يكون فيه حروف. لما نقول دخل في النطق في الزمن انتقت الداء وبعد الخاء وبعد اللاء، فما زمن، والخاء جاءت بعد الداء واللاء جاءت بعد الخاء وهكذا بالترتيب، فما زمن بين الحرف الأول والثاني. الزمن قل من في حق لها أصالة، أصلا لا يمر عليه زمن، فبالتالي لا يجوز أن نصف الله بأنه كلام متكون من حروف. يمكن نقول الكلام هنا أي صفة الله المتكلم، صفة الكلام. بعدهم بين مسألة الموجود في المصاحف، هذا الكلام نقرأه، ما كيف نبين ما معنى كلام الله وما كلام موجود في القرآن. نحن نقرأ القرآن نقرأه، فما آيات فيها حروف، الحروف من الذي كتبها؟ المسلمون كتبوا الحروف. من أخذوها؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذها؟ من عند جبريل. وجبريل ما أين أتى بها؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول قائل في القرآن حنا نقرأ حروف، كيش تقول لي أنت كلام الله ليس بحروف؟ لا، كلام الله هذا في المصحف هو الدال على كلام الله، هو يدل على ما مقصود الله من الكلام. هي حروف، احنا خاطرنا نفهم كل حروف، احنا والأصوات، احنا مخلوقات، فالله يعطينا ما هو نفهمه، وهذا الذي أعطاهنا هو يدل على كلامه بالضبط. لما الله يقول وأقيموا الصلاة، نحن نكتب وأقيموا الصلاة الواو والألف وكل، نفهم من الله يأمر بإقامة الصلاة، كلام الله الحقيقي يدل على أن الله يأمر بقيام بالصلاة، ولكن بطبيعة لا نستوعب كلام الله الحقيقي لأنه لا بصوت ولا بحرف، أمر آخر. ولكن الله أعطانا كلمات وحروف لأن نحن مخلوقات نفهم إلا بالكلمات والحروف، فهذا في حقنا نحن الكلمات والحروف، نحن نأخذها. سيدنا جبريل مخلوق، فهو الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات بأصواتها وحروفها، كلمات القرآن، لكن الكلمات مختارة من عند الله والمعاني من عند الله. هذا الفرق بين القرآن والسنة. السنة المعنى من الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعطي الألفاظ، يعبر عن المعنى بألفاظه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفصح الفصحاء. القرآن لا، القرآن ألفاظه مختارة من عند الله ومعانيه من عند الله مختارة، كله من عند الله القرآن، ولذلك اسمه كلام الله. الأحاديث هو من كلام الله، ولكن ألفاظ هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي عبر بألفاظه صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين الحديث النبوي والقرآن، كلاهما وحي، راهو كلاهما وحي، مش القرآن برك وحي، راهو حتى السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو لوحي يوحى. كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم راه مؤيد بالوحي، كل شيء، مش كان الحديث النبوي حتى تصرفات أفعاله، كل شيء مؤيد بالوحي، أي الله يلهمه ذلك، إما وحي مباشر أو إلهاء، والأنبياء بطبيعة عندهم الوحي المباشر. فلذلك ما يجيش واحد يقول لي والله إنهم القرآن والسنة هذه الله أعلم، لا، حتى السنة هي من الوحي، ولكن بطبيعة السنة فيها حالات، هناك من الأحاديث من وصلت إلينا بالتواتر، هذه تولي في قيمة القرآن كمن حيث أنه لابد الإيمان بها، وهناك من وصلت بأحاديث واحد أو اثنين أو أقل بالتواتر، هذه تسمى أخبار الأحاد، هذه تولي فيها معناها اجتهاد العلماء. وبطبيعة دائما في الشرع نعمل بالأحكام اللي فيها غلبة الظن حتى ولو مش قطعية، هذه فيها غلبة الظن أنه هذا ورد فنأخذ به وجوبا. فهنا ملأ كلام الله ليس بصوت ولا بحرف، لأن الصوت يصدر عن الأجسام والحرف يصدر عن الأجسام أيضا ويمر عليه زمن، فلذلك في حق الله ينتفي الصوت في كلامي وينتفي الحرف. فكلام الله مثل ليس مثل كلامنا نحن نتكلم بحروف وكلمات وأصوات، فهذا في حق المخلوقات. ولذلك من يقول الله يتكلم بصوت وحرف هذا مبتدع في العقيدة أو الأهل السنة على خلاف هذا. هناك بعض من أهل السنة من الحنابلة قالوا الله يتكلم بصوت وحرف قديمين، قديم أزلي،
الحقيقة هذا الكلام معناه قول ضعيف، ليس له دليل يستقيم. يقولون أنه كلام الله قديم، فأصوات وحروف قديمة لا نعلمها، هذا يرجع للتفويض. معناها إذا فوضنا قلنا هذه الصفة لا نعلمها، هذا التفويض، هذا طيب فيش مشكل. أما تقول حرف وصوت، حرف وصوت معروف المعروفين عند البشر أنه هذا هو الصوت اللي يخرج من احتكاك الحبال الصوتية، والحرف هو الذي يخرج عند النطق ببعض الحروف. فلذلك حتى هذا القول العلماء ردوا عليه وقالوا هذا لا يكون حرف قديم، لأنه يمر عليه الزمن. كيفاش يمر عليه الزمن هو قديم ولا الصوت؟ فتجد بعض الكتب مثل هذا الكلام، ولكن العلماء ردوا على هذا الكلام، قالوا لا يصح هذا الكلام. بطبيعة هما لا نقول مبتدعة، لأنه هما لم يقولوا كحرف وصوت حادثين كالمخلوقات، ولكن كلام في نوع من الغموض. علماء السنة قالوا الله ليس كمثل شيء، والله ليس بجسم، والأصوات الحروف تصدر عن الأجسام، فهذه لا تكون في حق الله سبحانه وتعالى. وبينوا بأدلة أخرى من سواء من الأمور المعقولة أو من النقل على مثل هذا. باش يزيد يبين وباش يزيد يفصل بعض أمور أخرى تتعلق بمسألة الكلام، قال وأن القرآن بطبيعة الله لا نصيب أن له فم أو أسنان أو لهات أو أضراس أو كما وصفه المبتدعة. تباركم المبتدعة في رق المبتدعة المجسمة يوصف ربي أن له فم وله أضراس وله لهات وله كل شيء، ولسان كل شيء. معنى الله جعله جسم كالمخلوق، معنى شنو مزال؟ إذا له فم وأضراس ولسان شنو يجي في ذلك؟ يجي في ذلك أنه جسم كيفنا، عنده فم كيفنا، لكن نقول كبير برشا لا، ولو حتى كبير برشا هذا جسم. قداش كبير لا نهاية له، سيدي كبر كبير جدا، هذا اسمه جسم. مش معناه كي عظمت الكبر أنت وليت معناه نزهت ربي راه. ما دام صرت بالجسمية أنت نقص في حق الله، وصفت الله بنقيصة بما لا يليق به. مش تقولي جسم كبير أكبر منا وأعظم، لا، هذا كقياس احنا على الأجسام. احنا نشوفوا حاجة كبيرة نحن الله أعظم من حاجة صغيرة، لا لا، هذا في حق المخلوقات والأجسام ما عنده حتى قيمة في مسألة العقيدة. العقيدة الله ليس جسم أصلا، لا جسم كبير ولا جسم صغير، واضح ولا؟ به قال وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسوله عليه الصلاة والسلام. بطبيعة الله سبحانه وتعالى أنزل كتب سماوية فيها كلامه، والمعروف والمشهورة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولابد كل مؤمن أن يؤمن بها ويعتقد وجودها وجوبا، وهذا لب العقيدة الإيمان بالكتب. أن القرآن بطبيعة هذا كتاب الله أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جميعهم وهو ناسخ كل كتب الفارطة، وبالتالي لا يجوز الإنسان أن يقول مش نأخذ من التوراة بعض أحكام ولا نأخذ من الإنجيل ولا من الزبور، هذا لا يجوز أصلا، يحرم قطعا. فالقرآن هو الذي نسخ أي عوض كل كتب السابقة. ما عادش يجي واحد يقول لي والله التوراة نأخذ التوراة الأصلية سيدنا نزلها ربي الأصلية مش من حرف، قول ما عندكش حق. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا القرآن جاء جامع الكتب السماوية السابقة وناسخ لها. شو معنى ناسخ؟ معنى الأخرى لا يعمل بها، منذ نزول القرآن لا يعمل بها أصلا، هذيك أحكام خاصة بمجموعة معينة انتهى، شات المجموعة هذيك انتهى. الآن عن القرآن، منذ نزول القرآن لا يجوز لأي بشر أن يعتبر كتاب سماوي غير القرآن من حيث الأحكام، اتباع الأحكام. لكن نؤمن بأن هناك كتب أنزلها الله. فهمتوا الفرق ولا؟ فرق بين الإيمان ونتبع لما هو محتوى الكتاب. الإيمان هذا واجب على كل مسلم أن يؤمن هناك توراة هناك إنجيل هناك زبور، ربي ذكر بصريح أنه نص في القرآن. اللي يمكن يقول فماش إنجيل أصلا هذا كافر، لماذا؟ أنكر القرآن. في كثير من الآيات ربي قال آتيناه الإنجيل على سيدنا عيسى، وسيدنا موسى آتيناه التوراة، والزبور ذكر وآتينا داود زبورا، واضح. فهذه كتب نؤمن بوجودها، الله أنزلها في زمن معين على أنبياء معينين، ولكن نعتقد أني حرفت بعد ذلك، الله ذكر أني حرفت. ولما جاء القرآن الله أمرنا باتباع القرآن وعدم اتباع أي كتاب سماوي آخر، فانتهى الأمر. عشان واحد يتفلسف أن يطلع عنه والله القوة توراة مش محرفة ولا إنجيل، ساعة توراة والإنجيل كل موجين محرفين كلهم دون استثناء، ولو القوة في العصور الأولى كلها محرفة، لأنه تعرفوا أول ما كتبوا الكتب السماوية نأخذ مثلا التوراة أو الإنجيل تقريبا 300 سنة بعد وفاة النبي ده. فبالتالي 300 عام تخيلوا مش مشتر نسيان مش مشتر، وكل واحد بطبيعة وثابت بعد أنه كل واحد يزيد اللي يحب عليه، كل قساوسة والرهبان كل واحد يزيد اللي يحب عليه، هذا يحرم هذا يحلل. تقاو توا في الإنجيل يقولوا فما 66 نسخة أو مختلفة، معناه يعملوا طبع تلقى فيها نصوص مختلفة، معناه كان حاجة محرمة ولا مباحة، وكانت حاجة مباحة محرمة، مش اختلاف في وا ولا فا ولا
لا لا، اختلاف الأحكام أصلا، وفي عقيدة اختلاف العقيدة، جماعة تقول بالتثليث، جماعة تقول بالتوحيد، توحيد بطبيعة توحيد، ولا لا يكفي توحيد بدون إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يوحد من النصارى راهو، لكن لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر. ايش كلام توحيد وحده بدون إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم راهو صفر، لا يساوي شيء. لابد التوحيد ومعه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. راهو ننتبه، راهو الآن برشا أفكار قاعدة تسري بين الناس. قالوا شنو والله النصارى هناك من هم واحد لا يثالث، ما يقولوش الله ثالث ثلاث. أي شنو يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، كفار، يموت خالد في النار، ما ينفع حد شيء. لأنه شهادة شنية، أشهد أن لا إله إلا الله، شنو معها؟ أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وحدة بر غير كافية. واضح ولا؟ فننتبه. فاليهود والنصارى على عقائدهم الموجودة حاليا، وهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفار باتفاق، ولا يشك في كفرهم مثلهم، لأن الله كفرهم بالقرآن، نص القرآن. إذا مش عاجبك قول لله سبحانه وتعالى ماكش مسلم، أنت مش عاجبك قول لله، الله وصفه بالكفر، أنت خايف باش تقول كفار، كفار كفار اسمهم كفار، وهو مش يسميون احنا عندهم كفار. امشي مصر نقول وين المسلم مش يسمى عندهم، قول كيف هم يحشمش يقول كيف، وانت حاش ربي قال لك راهو كيف، وانت حاش تقول كيف. شفتوا الذلة اللي عندنا نحبوا ندخلوا فيها واحنا ولا؟ شفتوا الذلة، هذه هي الذلة. المسلم يفكر بهذه الطريقة ذليل. النصراني كافر، واليهودي كافر، والمجوسي كافر، والملحد كافر طريق أول. هما بنفسهم يعتقدون كفار زادين، مش تبعين عقيدة متاعهم الفاسدة. واضح ولا؟ هما يعتزوا بديانتهم الفاسدة الباطلة، واحنا مخايف ايش يقول كافر، والله يسمع مش نجح لمشاعرهم. لا، أنت ماكش تمشي تعايط عليهم يا كافر يا كافر، لا، لكنه قال لك أنا بالنسبة لي لا مسلم أو كافر، قولوا كافر. مش تحشم، قال لك أنا مسلم، النصراني قال لك أنا مسلم ولا كافر؟ عندك كافر، ما غير حتى شيء. ما عملتش بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت كافر. في ديانتنا أنت كافر. وديانتنا هي المعتمدة، وهي وأن الدين عند الله الإسلام. فهمتوا ولا؟ شي يلوثوا لكم التفكير نتاعكم بالحكايات، قال شنو النصارى فيه موحدين، قولوا ايش يعني موحدين معنا في الجنة؟ لا، ما يكون معنا في الجنة يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، معنا كيشهد، يقول لا إله الله محمد رسول الله، مرحبا به في الإسلام، ونبوسوه ونعملوا له كل شيء، ونكرموه ونهنيوه، يدخل في الإسلام. ما دام يزال على الكفر فهو كافر، وإذا مات على ذلك مخلد في النار. هذا ما يشك فيه الإنسان عنده مشكلة في إيمان. واضح ولا؟ فالكتب السماوية الله أنزلها ثابت نزولها بالقرآن، وأحاديث صحيحة كثيرة، فهذه لابد نؤمن بوجودها، التوراة، الإنجيل، الزبور. قال وأن القرآن بطبيعة التوراة أنزل على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور على سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. قال وأن القرآن مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب. القرآن معنى الحروف نقواحنا في المصاحف، هذيك شكون كتبها؟ كتبها الناس، هذيك حروف وكلمات مكتوبة. قال القرآن، العلماء شي عارفوا القرآن هو ما أنزله الله على سيدنا محمد من وحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وما هو مكتوب في المصاحف، ويبتدأ بسورة فاتحة ويبتدأ بسورة الناس، متعبد تلاوتي بطبيعة باش يميزوا على السنة. السنة زاد وحي، لكن لا نقرأ بها في الصلاة، نقرأوش حديث نبوي في الصلاة. فهنا قال أن القرآن مقرون بالألسنة الذي نقرأه ويحفظه المسلمون، ذاك هو القرآن، ومكتوب في المصاحف، كتبوا لحفظا له من التحريف والتغيير والنسيان، محفوظ في القلوب. بطبيعة القرآن احنا كيفاش نقول لك حفظ القرآن؟ يحفظه معنا من ظهر قلب، مش يزمع المصحف يقول لك انا حافظ القرآن، هو على خاطر المصحف بحذا يقول لك اعطيني آية ونقراها ونقولها لك، لا، هذا مش حفظ. الحفظ هو ان ظهري قلب، ما عندكش حتى شيء قدامك، مصحف مسكر تقرا من 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 ذهنك. فهذا الله حفظ القرآن بالحفظ، لأنه يعني في الزمن الأول الصحابة كانوا يكتبوا في من يكتب، ولكن معولين على الحفظ. لما دخلوا كثير من غير العرب الإسلام، وبدأت معنا اللغة العربية تتحرف بسبب لما ينطقوش اللغة العربية بصفة سليمة، فسيدنا أبو بكر خاف على، وسيدنا عمر خاف على أنه يتحرف القرآن بالنطق، معنى يقرأ الآية وينطقها بالغلط، يحفظها بالغلط وينتشر الخطأ. فهمتوا شنو هي المشكلة؟ فبطبيعة الصحابة كثير منهم حافظ القرآن كاملا. فسيدنا عمر اقترح لسيدنا أبو بكر، قالوا يا أبا بكر أرى أن نجمع القرآن في مصحف حتى يحفظ. سيدنا أبو بكر قال لا، أفعل شيء لما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم،
باش نفهموا النقطه هذه، ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو محرم ام لكن يقول مبتدع؟ لا. قال سيدنا عمر عاود مره ثانيه مثال، فسيدنا ابو بكر اقتنع، قالوا فعل اي. سيدنا عمر قالوا فيه خير، وسيدنا ابو بكر قالوا لا افعل شيء لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعوش، تجمعوا انا. سيدنا عمر قال راه فيه خير، صحيح ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه خير، ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه خير. فقال ما زال سيدنا عمر يذكر سيدنا ابو بكر، اقتنع فوافق. كلموا سيدنا القارئ، من هو القارئ الاول في الصحابه؟ لا لا، سيدنا ابي بن ثابت. فندوا وقالوا راه نحب نجم القران. قال كيف تفعلون شيء لم يفعله رسول الله؟ يعاود نفس الكلام تاع سيدنا ابو بكر، باش تفهموا افهموا القصه هذه، مش تخرجوا منها برشا امور. فقعدوا يكلموا فيه، راه فيه خير فيه خير، نقتنع وجمع نصح. فهم ما قالوش بعد ولا يحبسوا، قالوا لا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بدعه ضلاله وفي النار الى اخره، لا، لانه فيه خير. كل ما فيه مصلحه عامه للمسلمين ليس فيه اي مشكل من ناحيه شرعيه. فلما جمع القران حفظ بذلك، هاك عندنا مصاحف تو تبدا مطبوعه وثبتوا فيها بالحرف الحرف. وحتى مرت في نسخه فيها هكا خطا فيش عم يفيقوا به، خاطر نجم تقارن على مصحف قبله ولا تقارن بحفظك تبقى الامور ماشي. فالله حفظ هذا القران في الصدور، وبعد ذلك دعم ذلك بحفظ الكتب ايضا. اصل الحفظ في الصدور هو، ولكن ايضا بالكتاب. فقال محفوظ في القلوب، هذاك اصل الحفظ. والقران محفوظ حتى ولو المصاحف مشات، الناس حافظه موجوده في كل عالم، في كل انحاء العالم هناك حفاظ يحفظون عن ظهر قلب. هذه غلطه ما يعملهاش في القران كامل. لذلك حتى ولو مثلا جاوا جماعه حرقونا المصاحف الكل، القران محفوظ. نجم نعاود نخرجوا نعاود نكتبوا امورنا مليح. فالله حفظه، انتهى. الله كفل بحفظه، معناه انت اعمل عندك مجهودك باش تنحي الحفظ، ما باش تنحيه. وشفت 9 مليارات على الارض يحبوا ينحيوا القران، لن يمسوه ولو بشيء. قل لي ها واحد حرق مصحف، حرق مصحف نحى القران، ذنبه وزروا عليه. أنا مش بين الناس كل واحد حرق مصحف معناه سيء انتهى القران، ابدا. هم الناس غاضين، هم كيفاش المسلمين يحفظوا القران؟ هم التوراة والانجيل مش حافظين حتى كلمه، تلقى متعبد ونهار كان في الكنيسه تقول له اعطيني جمله من التوراة مش حافظها. فضيحه معناها، كتاب سماوي وتمجدوا فيه تعظموا فيه تدعيوا له، مش حافظين حتى جمله. فضيحه. احنا الحمد لله ابسط واحد منا يحفظ الفاتحه وعشرة سور اذا مش اكثر. طفل صغير 4 سنين يحفظ 5 6 سور، ساعات يحفظ جزء عام، ساعات يحفظ اكثر. معناها نعتز بقراني، نعتز بالمسلمين انهم يحفظون القران. قال وانه مع ذلك قديم قائم بذاته تعالى. تو احكي لنا الموجود في المصحف. الموجود في المصحف هذا كلام حروف وما كتبها الناس، فالكلمات هذيك الاحبار مخلوق. لكن يدل على كلام الله القديم، على صفه الله. فهمتوا الفرق فاش يحكي الإمام الغزالي؟ قال وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، أي الكلام صفة كلامي قائمة بالله قديمة أزلية، لكن الله أطلعنا على بعض كلامه اللي هو القرآن. ردوا بالكم تفهموا أن القرآن هو كل كلام الله، مش هو كل كلام الله، لا. الله مش قال ربي في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. القرآن معناها هذاك كل معناها لو نفضوا البحر كل احبار ونكتبوا به يكون كان القران كهو 100,000 ضعف القران. فالقران هو من كلام الله، مش كل كلام الله هو القران فقط، معناها ربي يتكلم كيف القران ابدا، والايات تدل على ذلك. فهمتوا ولا؟ فما هو مكتوب في القران في المصحف يدل على كلام الله بالضبط، يدل عليه بالضبط. تقرا انت الله سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ما تفهم منها؟ مر بالصلاه والزكاه كلام الله الازلي، لو طلعنا الله على كلامه الازلي نفهم منه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فهمتوا ولا؟ لكن هذا المكتوب ما صح، هذيك حروف كتبناها احنا، فكل الحروف هذيك والاحبار مخلوق مش قديم، هذا محسوس مخلوق، لكن يدل على كلامه القديم له الصفه. فهمتوا؟ هنا قال الكلام هو المقروب بالالسنه الى اخره، وبعد قالوا مع انه كلام الله القديم من حيث الدلالة يدل على كلامه القديم. فانتهى النقطة ولا دخلتوا بعضكم؟ الله موصوف صفة كلام قديمة كصفة العلم إلى آخره، لكن الله أطلعنا على بعض من كلامه في القرآن. أوحاه معناه أعطاه إلى سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل أوصله لنا بحروف وأصوات حتى نفهمها. فهمتوا المسألة ولا؟ يوم القيامة سنسمع كلام الله بإذن الله، إذا كنا في الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة سنرى الله ونسمع كلامه.
ويقول العلماء سيقرأ سورة الرحمن يوم القيامة، وبالطبيعة لا أروع. شفتوا المقرين وتسمعوا بهم الأحسن يكون، وصوت ما شاء الله أحسن يكون، ما يجي حتى شيء قدام ما سنسمعه من الله سبحانه وتعالى. والسمع هذا مش بالسمع متاعنا وذن عادية وحروف أصوات كما قلنا، الله ليس عليه حروف أصوات. هذا سنكتشف يوم القيامة. أنت اخدم للجنة ويوم القيامة تكتشف هذه الأمور، الرؤية والكلام الله سبحانه وتعالى. سيكلم الله الناس يوم القيامة، سيكلم مباشرة مغير مع مش عن طريق سيدنا جبريل. الآن الله يكلم الناس مع الأنبياء بصفة خاصة عن طريق ملك. ايش قال ربي في القرآن؟ وما كان الله أن يكلم، كيفاش الآية؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله شنية؟ بلى عاد، إلا وحيا أو من وراء حجاب. معنى في الدنيا الله إما بالوحي عن طريق سيدنا جبريل أو وراء حجاب كما صار مع سيدنا موسى. سيدنا موسى ما مش سيدنا جبريل، ما كانش الميزة اللي أخذها سيدنا موسى أنه كلمه ما غير سيدنا جبريل من وراء حجاب. هل رأى سيدنا موسى الله؟ لم يره بنص القرآن، فهذا من وراء حجاب. أما كلام مباشر تكون يوم القيامة. الوحيد الذي كلم مباشرة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلم وراء الله مباشرة، هو الوحيد عنده هذه الميزة صلى الله عليه وسلم. لكن يوم القيامة سيكلم الله مباشرة. وفي الحديث صحيحة سيأتي رجل في بعض الصحابة قال أبوك، وقت هو استشهد في غزوة فاسأل، قالوا أبوك كلمه الله مباشرة بدون حجاب وخيره من في الجنة في أي مكان يدخل في الجنة. ورد في الحديث الصحيح كثيرة مسألة الله يكلم العبد مباشرة، هذا يوم القيامة. واضح ولا؟ في الدنيا إما واحد أو من وراء حجاب، واضح ولا؟ قال وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، هذه صفة الكلام، لا يقبل الانفصال والافتراق. مش كما احنا نتكلم بعد نسكت، نتكلم ونسكت. الله ليس في حقه لا السكوت ولا أي شيء، الكلام والله أزلي، أي ليس فيه سكوت وأخذ راحة ولا ترتيب حروف باش تطلع كلمة أبدا، هذا كل يمشي على المخلوقات مش على الله. قال لا يقبل الانفصال والافتراق أي الكلام بالانتقال للقلوب والأوراق. وأن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله تعالى بغير صوت ولا حرف. بعض القائل يقول سيدنا موسى هو سمع، أي سمع، ولكن من قال لك أنه صوت وحرف؟ كل العلماء يفسر يقول لك ليس بصوت ولا حرف، كلام الله ليس بصوت ولا حرف. قال كما يرى الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض. تذكر وقت قلنا في الرؤية نرى الله، لكن مش الله جسم نغزله في بلاصة معين نغزله هكا قدامنا، لا. قال كما هي الرؤية ليست بجسم وليست بجهة، الكلام أيضا ليس بصوت وحرف، نفس الطريقة، لأن الله ليس كمثله شيء. كيف تقول الله يتكلم حرف وصوت؟ معناه شبهته من جهة بالمخلوقات، من جهة أنه كلامه صوت وحرف كما كلامه. فهمتوا اللقطة ولا؟ فكما الرؤية نرى الله لكن ليس بجهة، مش كما نغزل مثلا سماه نغزله، نغزله قدامي مقابلني هكا في الجهة اليمنى، هذه كجهة، لكن الله سبحانه ليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هاو الشاهد، قال مش تروا ربي بالصفاوة لا تروا به القمر، مش معنى كي القمر تروا الفوق تغزلوا هكا تغزل هزوا رسم الفوق تشوفوا، لا، المقصود بوضوح الرؤية، مش راو ربي بصفة واضحة، مش معناها أمر مجازي، مش راو بالحق. هذا الحديث راو يجيب مبتدع ايش يقولوا؟ هاو ربي قال تروا أن القمر، معناها ربي فوق نغزلوا كي نغزلوا القمر يبدو يجينا كاكا ونغزلوا هكا. أبدا، هذا لا يقول به إنسان عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم بين قال لا تضامون في رؤيته، معناها مداش عندكم الضبابية ولا هكا فلو شوية، تراوه كيما تراو القمر، تغزل القمر أنت ليلة بدر كامل تراه بنوري بشعاعه كهذا، مثل صفاء الرؤية لله مثل ذلك. فهمتوا الحديث ولا كيف يفهموا العلماء؟ مش كما يفهم المبتدع الجهلة ينسبوا الله أنه في مكان وفي جهة وقال كي القمر معنا نغزر وكذا وربي في جهة، هذا لا يقول به أهل السنة أصلا، بل هو مخالف لمعنى الحديث أصلا. قال وإذ كانت له هذه الصفات، الله سبحانه وتعالى الصفات التي ذكرها سابقا ما فيها الكلام، قال كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما. حيا بماذا؟ باتصاف بالحياة، بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والبصر والكلام، هذا بمجرد الذات. علاش ذكرها تفصيل هذا من الغزالي؟ لما كيذكر الأئمة الكبار كيذكروا تفصيل راهو عنده غاية منه، مش ذكروا كيك وبر. علاش ذكرها هذه الفقرة هذه؟ باش يرد على المعتزلة. العلماء راهو في ظن كلام وقاعدين يردوا وراء الفرق المبتدعة، هذه فصل لك مسألة تاع أهل السنة وفي نفس الوقت
قاعد يرد على فرقة أخرى. علاش قال لا مجرد الذات؟ المعتزلة شي يقول والله ليس له صفات، الله بذاته يسمع بذاته كذا، ما تقوليش عنده صفة إرادة صفة علم، الله بذاته يسمع مش صفة سمع. فهمتوا الاشكال نتاع المعتزلة؟ فقال ما تقولوش الله له صفة العلم كذا، الله عالم يعلم، الله قدير، الله متكلم وكهو، تقوليش صفة، هناك صفة اسمها كلام. هو يرد على المعتزلة قال لا، الله له صفات، ولما يتصل بالصفة لما يقول الله له قدرة فهو قادر، لما يقول الله له كلام فهو متكلم. يعني اللغة العربية لما تتصف بصفة تكتسب الوصف بتلك الصفة، لما نقول إنسان له كرم فنقول فهو كريم، هذا لغة عربية معنى تحت لوازم من اللغة العربية. فلما نقول الله له قدرة فهو قدير، المعتزلة قال لا تقول قدير ما تقولش له قدرة. فهمتوا الأشياء اللي عندهم؟ علاش؟ قالوا خاطرك تقول أنت قدير تقول صفة أزلية فجعلت أمر آخر غير الله أنه أزلي إليه الصفة. قالوا لا، الله موصوف بالصفة، الله ذات واحد موصوف بالصفة، الصفة ماهيش منفصلة، هي صفة لله وهي ذات واحدة. فهم قالوا لك يدخلوا برشا صفات معناها ولات برشا آلهة، كلام فاسد هذا لا يصح، حتى عقل لا يقبله العقل. فلذلك رد على الإمام الغزالي قال لهم راه هذه الصفات يقولوا حي قادر، يقولوا حي معناها له حياة، يقولوا قادر له قدرة. فهمتوا المسألة ولا؟ احنا بيناها في الدورة السابقة ونعود نحكيوا على مسألة الصفات المعاني المعنوية. يقول الله له قدرة يساوي الله قادر، الله له علم يساوي الله عليم، يساوي مش صفة كل واحدة صفة مستقلة، هي نفسها. فهنا الإمام الغزالي باش يرد على المعتزلة قال لا بمجرد الذات، المعتزلة يقولوا لا تقولوش له قدرة له إرادة لحد شيء، الله قادرك هو بذاته تقولوش له قدرة. هذا خلاف اللغة العربية، خلاف ما ذكره العلماء. فلذلك في هذه الناحية ابتدعوا المعتزلة، عندهم بدعة في هذا المعنى. فهنا قال ما لكان حيا عالما قديرا قادرا مريدا، قديرا ولا قادرا كيف كيف، مريدا سميعا بصيرا متكلم، باش صفة الحياة، صفة القدرة، صفة العلم، صفة الإرادة، صفة السمع، صفة البصر، صفة الكلام. أنا قال لا بمجرد الذات كما يقول المعتزلة، فهذا رد على المعتزلة، ذكروا هنا بالذمة باش يرد على المعتزلة. فعلمان ديما راهم يخليوا شيء، يبدا يفصل لك العقيدة السليمة وفي نفس الوقت يحيل لك للضلال نتاع فرق المبتدعة، يقول لك راهي مش هكا، راهي مش هكا. أنا قال ليس بصوت ليس بحرف، شفتك النفي كل يرد على فرق مبتدعة، مش يحط فيها كيك وبرر. صحيح هي من جوهر أهل عقيدة أهل السنة، لكن في نفس الوقت يرد على فرق مبتدعة، قال الله يتكلم بصوت، يتكلم بحرف، الله يتحرك، الله إلى آخره. هذا كل فهم الإمام الغزالي، مش يزيد يأكد لك، رد بالك تختار بكلام هؤلاء. قد بعض الأحيان الإنسان يقول إيش بيه ربي ما يتحرك، الحركة باهية هي تعمل كل شيء ويتحرك، لا خاطر الحركة هي تحتاج إلى الحركة باش تعمل، الله لا يحتاج لشيء، فلا يحتاج أصلا للحركة. فهمتوا النقطة ولا؟ خاطر بعض الأحيان يقول قال خير يتحرك فيما أكمل ما يتحركش، هي اللي تحرك، علاش تحرك أنت؟ يعني نتحرك باش نمدها نمد يدي، تحركت باش نوصل للكاس، ما نجمش نوصل للكاس من غير ما نتحرك، نعمل لك باش نشربه نجم، إيش معنى احتجت الحركة ولا؟ الله لا يحتاج للحركة أصلا، فالحركة منفية في عقله، والحركة صفة الأجسام، الجسم اللي يتحرك. فهمتوا ولا النقطة؟ مش ما يدلسش عليكم واحد جاهل. به الإنسان أمر إلى الأفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى. أتممنا الحديث عن الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى متصف بها وهي كل صفات الكمال، وذكر العلماء منها 13 صفة ذكرها هنا الإمام الغزالي. وبطبيعة ضدها مستحيل، ضد كل الصفات كما بينا سابقا يستحيل في حق الله. الآن سيتحدث عن الأفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى. قال وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا هو حادث بفعله وفائز من عدله على أحسن الوجوه أكملها وأتمها وأعدلها. أن كل موجود غير الله، الله موجود، كل ما سوى الله مخلوق وهو حادث. ما حادث؟ حدث بعد لم يكن، كان عدم أصبح موجود، هذا اسمه حدوث، نقول حوادث، هذا كأس حادث اسمه، يسمى حادث في لغة أهل العقيدة يسميه حادث. شو معنى حادث؟ معنى حادث بعد لم يكن، هذا فترة من فترات ما كان مش موجود كأس، فيتسمى حادث، المجموعة تسمى حوادث. فكل مخلوق هو حادث، ما الذي أحدثه؟ الله. فإذا قال هو حادث فعلي أي بفعل الله، شكون له خلق؟ الله. غير الكاس جاء وحده ولا شجر جاءت وحدها كما يقولوا الطبائعيين؟ هو الطبيعي لو تقول له هاو الهاتف هذايا، واحد ملحد مثلا ولا طبيعي كي يقول لك طبيعي جاك وحد، قول له الهاتف هذايا تعرف كيش جبته يعني قاعد هكا وتكون في يدي هكا لقيته في يدي، فيقول لك برمشي المنوبه، تعرف المنوبه في المستشفى الامراض العقليه معنا طول زاده ما غير ما يفكر، قول له شبيك فما هاني قلت لك يعني جا وحده، يقول لك كيفاش جي واحد مستحيل صنعته شركه وركبوا باللار ومعمل وخذيتهم عند الحانوت اللي يبيع بورتابلات، قول له ما لا هذا ما صدقتش انه ما عندوش صانع، ما صدقتش والشجرة والبحر ما صدقت اللي ما عندهم صانع، ترد عليه سيسكت راه ما عادش يسمعك حتى كلمة، يعني الدليل بسيط
خذوا اي مخلوق قولوا هذا جاء وحده، خاصه المصنوعات نتاعنا، تقول لك لا هذه صنعته الشركه، مستحيل في عقلك حاجه، يقول لك شبيك، قول انت في عقلك حاجه انه الارض كل تجعلها مجات وحدها، اما البورتابل جاء بالصانعه اللي هو جزء ما حد شيء بالنسبه للارض، هذا شنو مخلوق هذا الشكاوي بالنسبه للموجود في الارض، حد شيء بالنسبه للحيوانات وكل، معقده اكثر من البورتابل، في بالكم كائن الحي معقده اكثر من البورتابل، شفت الجسم احنا هذا يسمى شيء، هذا شوف الاغنى التعقيد اللي فيه ما تسمى شيء بالنسبه للتعقيدات اللي عندنا في الجسم الداخل، لو تشوفوا الخلايا ولا يقرا الطب ولا يقرا بيولوجي يفهم الامور هذه، تفاصيل تفاصيل، تقول سبحان الله، تقول كيف سبحان الله العظيم، وتقول والله مسكين في عقله شيء اللي ما يصدقش ان ربي خلق هذه المخلوقات هذا الكون، في عقله حاجه خاصه بعد ما تبين ويقعد باقي معنا عامل روحه ما تبانوش. قال وفائض من عدله، مخلوق هذه المخلوقات من عدل الله، هذا خلقنا بعدله وبكرمه ايضا. قال على احسن وجوه اكمله، شو معنى عدله؟ معنى ما ظلم حد، خلق واحد مثلا عنده اعاقه بلا شيء يدير، هذا ظلم مش ظلم، انا قال فائض من عدله، شيء يزيد يبين لك انه راهو خلق، اذا ربي خلق واحد قعد معاق حياته كامله ناقص برشا امور مثلا ما يستطيعش يقول، مش ظلم له، قول شبيه هذا مخلوق بلا شيء يدير، شبيه هذا خلق ربي بلا شيء يدير، وشبيه استعمل تخيو مربوط بالفعل، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا شنو يصير؟ ما ترك عليه من دابه. في بالكم انتم قاعد ربي يحاسب فينا على افعالنا، ما تسمى شيء راهو، شفتوا الزلزال اللي صار، ربي ان شاء الله يفرج على اهل المغرب، وندعو ان شاء الله لموتاهم ان يكونوا شهداء عند الله ويصبر من عائلاتهم، كذلك ما وقع في ليبيا الفيضان، ربي ان شاء الله يلطف بهم وان شاء الله يكونوا شهداء عند الله ويصبر عائلاتهم وان شاء الله ربي يصلح حالهم. هذا راهو بعض الناس تربط فيه بالمعاصي، لا لا هاون الآية، لو أخذ الله ناس ما كسبوا ما ترك عليه من دابر، كلنا ندثروا كلنا ندثروا، فماش خاطر كلنا عندنا مشاكل، وعندنا مشاكل مع الله ومع عباد الله، فبالتالي هذا قدر الله أراد ذلك ابتلاء نصبر عليه، نقول قدر الله ما شاء فعل، اللهم اصرف عنا البلاء، اللهم اصرف عنا البلاء. شفتوا كان عاصفة كانت على تونس، شفتوا اللي تراو في ليبيا يكون عندنا في تونس، شفتوا قداش لطف ربي بينا، اغزر وقول ربي ربي لطفك، وشفتوا شنو صار في ليبيا، معناها شيء ما لا يصدق العقل، عاصفة تعديتك هاو تاع 24 ساعة شر البلاد تمحات، راهو اللي صار غادي يجي يصير عندنا راهو. فالإنسان يحرص دائما يطلب اللطف، اللهم نسألك اللطف ديما يا لطيف، نلطف بنا في مدار بما قادر ديما، ودينا كتبعي اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والدنيا والآخرة، هذا الشيوخ ديما يقولون ورد بالك تنساه الدعاء، وانت دعي أي حاجة اللهم في خير ولطف وعافية، ديما صلى العافية ولا غد العيش تحب تزيد. أما إنسان يطلب يا ربي رزقني محبتك، تو حاضر روحك الابتلاءات، الابتلاءات ما كنتش نجمها، اللهم ارزقني محبتك في خير ولطف وعافية، ربي يعطيك ابتلاء خفيف تحمل، اللهم ارزقني حب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته في خير ولطف وعافية، ديما زيد ديما أسأل اللطف والعافية، والحديث واضح للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا لا تسألوا لقاء العدو، وإنما أسأل الله العافية، ما تجيش تقول والله ماذا بينا كان مثال كان يجينا محتل خلينا نحاربوه ونستنى وهذه يجينا بر، لا لا لا، قول يا ربي اصرف علينا الأعداء الكل، مش تقول الله يعني عندي خلي جيت ونقضي عليه، لا ابدا، لا تتمنوا لقاء العدو، الحديث لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اسال الله العافيه، او كما قال عليه الصلاه والسلام، فالانسان ما يتجرمش على روحه، ما تطلبش حوايج ما قدها، راه تطلب حاجه وربي يعطيها لك على في الابتلاء، راهو ما مش تعاني، مش تعاني، مش تعاني معاناه كبيره، فديما اسال الله العفو والعافيه، هذا ديما في دعاء. قال وفائض من عدل، اي مخلوق على احسن وجوه اكملها وأتمها وأعدلها، الله خلق ذلك الإنسان اللي عنده إعاقة لحكمة، الله أراد ذلك حتى يرفع درجات من بين الأمور، من أبسط الأمور يرفع درجات، لما يصبر يرفع درجات، أكل مجنون ما عندوش عقل غير مكلف يمشي للجنة طول خير منك، أنت ضامن الجنة ماكش ضامن، المجنون ضامن الجنة، لكن ابن مجنون ما موش مكلف أصلا فاقد عقله من اللي هو صغير عاش عاش حتى 50 60 عام ويموت، هذاك ما مش مكلف اصلا، تو لا يحاسب ربي على حد شيء، يقتل روحه، يعمل اللي يحب عليه، مش محاسب، يعني مجنون ما عندوش عقل. فالناس تبدا تغزل والله مسكين، صحيح نسال الله العفو والعافيه واللطف، لانه يعني الجنون هو زاد معناها امر سيء ما يحبوش الانسان، لكن مش معناه مسكين ونبدا نسخف عليه وحرق قلبي عليه. يا انت تبكي على روحك. هو ضامن الجنه، انت تبكي على روحك، اضمن الجنه على روحك، باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وانه حكيم في افعاله، شفت الحكمه.
معناها كل شيء عنده حكمة، ولو الظاهر ترى في أمر والله يشبه شبه الحروب صارت في سوريا تقتلوا قديش مسلمين، مو يجيوا الكفار ملحدين يقولك شبه إله متاعكم ما يتدخلش، شبه ما يتدخلش في سوريا، ما يتدخلش في العراق، ما يتدخلش في البوسنة والهرسك، ما يتدخلش في كذا البلدان صارت فيها ضرب ومضروب قتل مقتول ظهروا فيها المسلمين، شبه ما يتدخلش. لأنه احنا منظومتنا واضحة في الدنيا، هنا هذا ابتلاء، الله يبتليك بالخير والشر، ولكن الحساب وين؟ بعد القبر. حساب بعد القبر. العدل الظاهر خاطر ربي عادل ظاهر الربط، لكن احنا اللي نراون نوعا ما كأنه في ناس ظلمت يوم القيامة مش ياخذ حق ولا بيفاد يوم القيامة. وكشفت وكل مظلوم يجي يوم القيامة يقول يا ربي نحمدك أنا ما اعطيتيش حقي في الدنيا خليته في الآخر. يا شيخ أنه ربي أعطاه ثواب في الآخر ما أعطيه في الدنيا، لأن ثواب الآخر أعظم بكثير. المظلوم هذاك اللي تظلم وكلاه وعمله فيه ما تعملش، وهو أصبر ووكل أمره لله، يوم القيامة يلقى ما يلقى من الخير. قال عادل في أقضيته في القضاء، الله عادل، ولا يقاس عدل بعدل العباد، العباد يعدلون وقد لا يعدلون. العباد والآن في زمننا غالبهم يظلم مش يعدل، العدل حالة استثنائية تبقى. فمن قروش الله زاد مثل العباد قد يظلم بعض أحيان أبدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقلنا الظلام فسمناه المرة الفارطة مش معناه صيغة مبالغة، ما يظلمش برشا لكن يظلم شوية، لا، ما ربك بظلام أي بظالم، أي أنه لا يظلم أبدا، ولا يظلم ربك مثقال ذرة. فهذا معناه عقيدة راي، اللي يعتقد أنه قد يظلم هذا كفر راي كافر، ما حتى ولو جعل احتمال الله، مش اللي يقول أني وقعت فعلا، لو يجعل الاحتمال يقول الله الله قد يظلم، إنسان يقول الله يمكن أن يظلم هذا كفر، الكلام هذا بتاعه كفر، مش يقول الله ظلم، يقول الله ظلم بيعنى كفر بصريح ما غير شك. ويقول اللي ينسب الله أنه له إمكانية الظلم هذا كافر أيضا، يعني هذه عقيدة، الله لا يظلم أبدا، أمر عقلي لا يظلم أبدا، ما يحتملش حتى صفر فاصل صفر 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 مليارات أصفار فاصل واحد أنه يظلم أبدا، ولا يظلم ربك مثقال ذرة. قال ولا يتصور الظلم من الله، ايوه قال ولا يقاس عدل بعدل العباد، اذا العبد يتصور من الظلم يتصرف في ملك غيره. شنو الظلم يعرفوا العلماء؟ هو التصرف في ملك الغير بدون حق، بدون حق اذن واعم حتى من الاذن. قال اذا تعطي اذن مكره او تصرف بالاذن لكن ظلم، اعطيت اذن مكره هذا اسمه ظلم بغير حق، الكلمة أثبت بغير حق. قد بقي إذن يجب يعطي نعطي إذن مكره، هنا جيت أنت قلت لي أسمع تعطيني الدبوسة هذه ولا نقتلك، قلت لك هاك خوذ هاني أذنت لك فيها هزة، هذا اسمه إذن ليس إذن، هذا ظلم اسمه. يعني أنا قلت له هزة راني هاني أعطيك لك السماح، لا ما دمت مكره ليس إذن، هذا إذن باختيارك، تحب تعطيها فما تعطيها لوش، مش يجيك تحت تهديد يقول لك إذن، ليس إذن هذا. وكل ما يفعل مع البشر من هذا القبيل هذا ليس، هذا اسمه ظلم. يجي ويهدوه يقول اسمع كما تعطينيش الارض هذه ولا حاجه الحاكم، نعم فيك من نعم، يعطيها له بيكتبها له، يقول الناس انا اعطاها هو، لا لا عند ربي ما اعطاهاش، عند ربي اخذت منه غصبا، ولو كتبها وصحها وقال اني راضي كل خا يهدوا فيه باش يقتلوه يشردوا له عيب، بالطبيعه مش يقبل ويقول لهم هزوا ما تقتلوش ما هز والارض كلها ما حشيش بها، هذا معناه راضي ابدا، هذا اسمه ظلم، ونهار اخر مش حاسب على ذلك. فالظلم تصرف ملك الغير بغير حق، ده هذا البشر يقع منه لأن احنا نتصرف في أمور بغير حق، أنا كنت يفك الكتاب وكل كراسك ثم ظلم لأنه متاعك، لكن المخلوقات هل هي ملك لنا أو لله؟ ملك كلها ملك لله، فيتصرف فيها الله كيف يشاء، ثم ظلم احنا نقول ظلم تصرف في حق في ملك الغير، المخلوقات هي ملك الغير ربي كلها لله. قال ولا تصور الظلم من الله عز وجل، فإنه لا يصادف لغيره ملكا أو ملكا حتى يكون تصرف فيه ظلما، في حق الله كل مخلوقات مملوكة له، فيتصرف فيه كيف ما شاء لا يسمى ظلما، يعني يتصرف فيه في ملكه مش ملك الغير. فكل ما سواه من جن وإنس وشيطان ومالك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر معارض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيئا، إذ كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره جل جلاله، فأحدث الخلق بعد ذلك إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته، ولما حق في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته. هنا بطبيعة كل مخلوقاته ملك الله، الله خلقه فهي ملكه، أراد أن يقتل هذا أراد أن يمرض هذا يفعل ما يشاء ملكه،
ما هوش ظلم اصلا. فهمتوا تاول المساله ولا باش نفهموا علاش لا يجوز اصلا بل لا يصح بل الامر معناها منافي للعقيده؟ نقول الله يظلم والله يفعل شيء ما كانوش يعمل ابدا، اللي يعتقد الاعتقاد هذا غير مسلم اصلا. فهنا قال احدث الخلق اظهارا لقدرته، قل قائل عرش ربي خلق ما خلق اظهارا لقدرته، اشتراك تقول سبحان الله ما اعظمه. الله يحتاجنا، ربي يحتاجنا كيف نعبدوه، يحتاجنا كيف نعصيه وكيف نضروه وكيف نعبدوه كلنا سيدي كره ارضيه كل تعبدوا لا ننقص منك شيء. الحديث الصحيح قال ولو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم، اولكم واخركم وانسكم وجنكم، معناه كل مخلوقات خلق ربي منذ بدايه الخلق الى اخر قيام الساعه. كيفاش هي الايه؟ في الاولى استمعوا لها، هذيك مساله خزائن الله. الاخرى على ان يضروك، ان ينفعوك بشيء، لما ينفعوك بشيء كتبه الله لك، هذه مساله اخرى. لا مش هذا الحشي به على قلبي. ناخذ الايه القرانيه خاطر ضاع مني النص الحديث. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا لو اجتمعوا له. الايه الاخرى قلنا اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، هذه زاد التعجيز للمخلوقات انه لا يستطيعون ان ياتون بشيء. في الحديث نسيت الحديث اللي هو انه لا ينقص ملك الله شيء. الخزائن لم تطلب من خزائن الله لا ينقص ملك شيء. معناها كانوا على اتقى قلب رجل واحد، الحديث اللي فيه كانوا على اتقى قلب رجل واحد، نسيت بدايته. معناها لو كل بشر كانوا على اتقى قلب رجل واحد، معناها كل اتقياء معناها من الصالحين اولياء الكبار. قال لا يزيد في ملك الله شيء. ولو كان اولكم وانسكم وجنكم على افجر قلب رجل واحد، اكبر واحد فاشل، معناها الكفر، الكفر البواحه، الكفر المفرط في الكفر. قال لا ينقص ملك الله شيء. فبالتالي معناها مش احنا عبادتنا الله محتاج لعبادتنا باش نعبدوه بعد نمدحوه ونعظمه، لا الله معظم حتى ولو لم نعظمه. الله له صفة كبير ولو لم نصفه بها. واضح ولا؟ الله خالق ولو لم يخلق اي شيء. الله خلق بعض الاشياء اظهارا لعظمته ولقدرته. وليس معناها وحتى الاظهار هذا ليس يحتاج الاظهار. الله اراد ذلك. مطلق الارادة، الله اراد ان يخلق. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن لي نحن نقول الخالق من حكمته إظهار العظمة إلى آخره، هذا لي نحن في حق الله لا يحتاج لأي شيء. إذا ربي لم يخلق أي شيء ناقص منه شيء أبدا؟ كان الله ولم يكن معه شيء الحديث، كان الله لم يكن قبله شيء في حديث آخر. قال وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن الوجوب. هنا يرد على الفلاسفة اللي يقول الله واجب عليه الخلق، يسميها العلة. يقول الكون هذا الله ما يجمش ما يخلقوش، معناها مع وجود ربي وجود هذا الكون. فلسفة ملحدين. فهناش قال ربي خلق تفضلا وأنشأه بعد لم يكن، الكون كان منعدم تماما، الله أنشأه في زمن معين. هذا قول أهل السنة وهذا عقيدة المسلمين. الفلاسفة ايش يقولوا؟ لا الكون هذا جاء مع الله أزلي، زاد الكون أزلي ليس له بداية، هو مخلوق ليس له بداية. ويقولوا قديم بطبيعتهم. هذا ويقولوا الله علة في وجود الكون أي لابد بوجود لا ينسى هذا الكون والله ما عنده فيه حتى دخل. فهمتوا كلام كفر بالطبيعة، هذا كفر بواح. فهنا الإمام الغزالي يلمح لهذه المسألة، قال أنا متفضل من الخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب. مش واجب عليه الله يخلق، مش واجب عليه أي شيء، لا يجب على الله أي شيء. عقيدة المسلم لا يجب على الله أي شيء. ما يجيش يقول ربي كار وعمل كذا ولا واجب عليه باش يعمل كذا. بعث الأنبياء ليست واجبة في حق الله. يقول لك يعني الله واجب عليه بعث الأنبياء؟ أبدا. الله يتكرم بعث الأنبياء، يتفضل علينا بعث الأنبياء. لو أردنا بعث الأنبياء لا يبعث الأنبياء. فالله يفعل ما يشاء بقدرته وليس عليه إيجاب في أي شيء. قال وأنا متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم. مش لازم عليه باش يعمل حاجة صالحة الظهر لو احنا صالحة، مثلا إنسان خلقه ربي مثلا نقصي، نقول والله الأصلح كان ربي خلقه بيده كاملين. هذا خلل في العقيدة فادح. هذا يقول الأصل كان يكون أكمل كيكون هكا. لا الله شفت كي خلق المخلوقات هذيك الحالة الأفضل ليهم الكل. شفت كي خلقنا ربي في الوضعية المعينة بالأمراض اللي عندنا وبالعاهات هذيك أفضل شيء لنا، وانتراها الأفضلية يوم القيامة مش في الدنيا.
الدنيا ترى إنسان متعسر، إنسان مسكين ما عنده آلام، وإنسان حياته كاملة هو مريض وحياته كاملة هو في السبيطار، ترى عايشة شقية جدا، معناها شقاء كبير. لكن يوم القيامة شوف الحساب صحيح، يوم القيامة شوف يوم القيامة داك وين تلقاه إذا صبر، شوف وين تلقاه في أعلى علي. فما لم متطول بالإنعام والإصلاح لا على اللزوم، لا يجب عليه. نقول والله الأصلح والصالح كما يقول المعتزلة، ونازل يرد على المعتزلة. المعتزلة شو يقولوا؟ يجب على الله الصلاح والأصلح. ننقذورهم هذا القول مسألة واحدة، نقول الطفل، الطفل الابن، الطفل الصغير هل هو مكلف به؟ هاو يمرض الصغار، هو الأصلح به الصغير أنه ما يمرضش، هو ما عندوش ما يصيرش عليه معنى إيلام، إذا صاروا ألم هل هو أصلح للصغير يصيروا ألم ولا ما يصيرلوش؟ في الظاهر على قول المعتزلة ما يصيرلوش ألم، أصلح أكمل. فهم يقولوا فهذه القولة بطبيعة فاسدة، قول أهل السنة كل ما فعله الله هو صالح وهو الأصلح للإنسان، حتى ابتلاء مرض ذكر أصلح. فهمت ولا؟ المعتزلة يقولوا يجب على الله الصلاح والأصلح، ننقذونهم مسألة واحدة أن الصغير اللي ربي يعطيه معناه عذاب المرض هذاك ليس الأصلح في الظاهر، الأصلح يكون لبس عليه. فبالتالي ما يفعله الله في المخلوقات هو الأصلح به، ولو ظاهره شر وسوء وابتلاء ومرض وأمور سيئة فهو الأصلح ب. قال فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن قبيحا ولا ظلما. شفتوا هنا يذكر المسألة هذه بتاع يبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، معنى الابتلاءات هذه الكل لو نأخذها في الظهر الأولى والأكمل إنسان لم يكونش مريء، ولكن بطبيعة هذا بطبيعة يرد قول المعتزل يقول أنه يجب على الله كل ما هو صالح وأصلح، معنى كل حاجة عملها ربنا يكون أفضل ما يكون أصلح ما يكون، معنى بالإنسان. أنت أين تعرف الصلاح؟ أنت تأخذ بالظاهر، معنى ذاك مريض، معنى ذاك أعطاه ربي الأصلح والأخذ مرض أقل صلاح من غيره أبدا، المريض ذاك يكون على درجة مصلحي في غالب الأحيان. قال وأنه عز وجل بطبيعة إذا الله ابتلى فهو بعدله، عادل من الله، بل الثابت في الأمر هو تكرم من الله مش عادل، لأنه لو عامل الله بعدله لن ينجو أحد إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو عاملنا ربي بعدله هذاك عايش يقول اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك ولا تعاملنا بعدلك في الدعاء، وردك قول اللهم عاملني بعدلك مشيت، ولو يستجيب لك الدعاء انتهى أمرك لو يعاملك بعدله. فنسأل الله ديما أن يعاملنا برحمته وفضله لا بعدله. عدله معناها شفت نعمة البصر عين واحدة، اللي عملته كل أنت وعمل 10 ضعف نتاعه من عبادات، تحط البصر منه ترجع الكف والأعمال نتاعك كنت تشوف الهواء تدخل النار، واضح ولا؟ مع شفت الأعمال تاع مثال كله ما تكفيش العين واحدة، نحكيش على الخشم والفم والعين الأخرى والشعر والجلد وكل ما هو مكونات الإنسان، ما نحكيوش على العين واحدة، عين واحدة الأعمال نتاعك كل أعمال حتى 10 ضعف نتاعها العين تحط في كفة والأخرى تمشي كل الأعمال الصالحة نتاعك كل، فبالتالي تدخل الجنة برحمة الله. سبب الرحمة هو العمل، شو اللي يجيب رحمة ربي؟ العمل الصالح. شو يجي واحد يقول أنا نرقد ما لا رحمة ربي وكهو ونستنى ربي دخلني برحمة نعمل حد شيء مثلا عمل ما ينفعش؟ لا ينفع العمل، كل قاعد ما ينفعش، ينفع أنه يجيب لك رحمة ربي اللي بيدخلك الجنة. فهمتها المسألة ولا؟ شيء يفلسوا عليكم الناس يقول لك والله القصة بتاع بني إسرائيل، عبد بني إسرائيل قال أدخل الجنة بعملي، ربي قالوا برحمتي، قال لا بعملي يعني. 500 سنة يبت في ربي ما عصاش حتى مرة، تصور بني إسرائيل كانوا يعيشوا برشا بني إسرائيل قبل 500 عام ما عصاش حتى مرة، 500 عام كاملين احنا في نهار بركي عم في قاش المعصية مش 500 عام، وجاء يوم القيامة ربي قال خذوا العبد الجنة برحمتي، قال يا ربي بعملي وين عملي؟ نسيت يا ربي شنو عملي؟ عامي 500 عام نعبد فيك. قال به اوقف هاي جيبوا لك العمل 500 عام جيبوا هات حطوه في كف، هاي هات عين واحدة كاو حطها في كف نعمة عطيتها ونشوف. حطوا العين الملك جابوا الأعمال تاع 500 عام حطها في كف والعين في كف رشحت على كفة العين هزوا للنار ما عنده حد شيء ما كفاش العمل نتاعو باش يشكر لي عين واحدة عطيتها له هزوا للنار. قالوا يا ربي لا برحمتك يا ربي برحمتك مش بالعمل نتاعي عملت ما يسوى شيء. قالوا ما هزوا للجنة كيف هما هذاك شوف معناها ربي كيفاش يفيق فينا مش نعرف انه دخول برحمه ربي للجنه ولكن العمل والذي يجلك لا رحمه الله.
إن رحمة الله قريب من المحسنين. محسن شنو؟ مش يعمل في حد شيء، راقد ترك صلاة محسنة، ترك صيام محسنة، ترك قراءة فلان محسنة، يعمل في الناس الشر محسن. هذا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أعلى درجة، ما أنا أعمل صالح هذيك مفروغ منها، الإحسان أعلى منه، هي درجة التزكية والتصوف. نقرأ القرآن لكن مش قاعدين نفهم في شيء. وبعد يجي واحد يقول لك والله اللي ما نعمل شيء علاش مو دخول برحمه رب مش عمل. هي والرب يخاطب في القران باش تعمل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات شيء هذيك عمل الصالحات معناها هذيك عبث من الله، حاشا الله ان يعبث، انت العبث. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات في الايات الكل، ان الذين امنوا ما قالش ان الذين امنوا وحبس، كان قال الذين امنوا ديما نجم نكتفي بالايمان، اما الذين امنوا وعملوا الصالحات واضح. فلما يبدا يتفلسف علينا قال شنو ندخل برحمه رب معناها العمل ما عنده حتى قيمه، لا كان عمل ما عنده حتى قيمة. رب ما يأمرش به في القرآن، الله يأمر بحاجة ما عندهاش قيمة، رب يأمرنا باش نعملوا حاجة ما عندهاش قيمة، ما عنده حتى قيمة أبدا. ربي ما عندوش عبث أصلا، إذا أمر بالعمل الصالح ما عنده قيمة، عنده فائدة. العمل الصالح هو يجيب لك رحمة ربي وتدخل الجنة برحمة الله وعفوه ولطفه مش بكمية العمل. قال وأنه عز وجل يثيب العباد والمؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد. ربي كده دخلنا الجنة راه مش باستحقاق، مش مستحقين احنا الجنة، راه بعدله وكرمه. ورد بالك حطي بالك انك مستحق الجنة، معناها ندخل الجنة خاطر اني نصلي ومعابد وطلبت العلم ووليت من اهل العلم وكل ابدا. راه كي تمشي بالعقلية هذه راك ماشي للجهة الاخرى، راه كتمشي بالفكر هذا راك ماشي للجهة الاخرى. دبر راسك، ملأ الجنة والطاعات والإثابة بكرم الله مش باستحقاق ايها الانسان، لا بحكم الاستحقاق واللزوم. انا فكر مش انت مستحق ادخل يا رب، اسمع راني تدخل الجنه عليه، راني صليت ما تركتش حتى صليت، وراني صمت وراني حاجيت وراني عملت. يقول لك باه ها يا سيدي، ها انت مو انا عطيتك نعم وطلبت باش تشكرني، ها مش تشوفوا الشكر العمل نتاعك مقابل الشكر، شكرت كما يجب ولا لا؟ ها حط يحطوا العين من الاعمال كل بطبيعه. احنا مش 500 عام راهو امامنا، مش تاعك العابد راه، احنا ما نجيش واحد على مليون من اللي عملهم الا عبد الصالح هذا بني اسرائيل. فبالتالي احنا طريق اولى باش مش يحط لنا عين، يحط لنا ربع عين، الاعمال كل نتاعنا تمشي هباء منثورا. فبالتالي يرد باله الانسان يعمل والعمل هذاك يوصلك رحمه الله. هذا هو المسلم الواعي الذي بعقله، ولا يظن خلاف ذلك هذا عنده خبل، عليه صح امور قبل ما يلقى الله يوم القيامه. قال اذ لا يجب عليه لاحد فعله، مش واجب على ربي اي شيء حق عليك عندك. ما تجيش يوم القيامه يا ربي عندي انا حق، والله يا ربي عملت لي هيك واني ما نستحقش، ولا لا تعطيني هذه خاطر نستحقها، فماش هذه راه. ولا واحد من البشر، شفتوا سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد يطلب العفو واللطف والكرم من الله. ام سيدنا محمد من اكمل الخلق وهو لم يعصي الله اصلا وهو اكمل الاكملين، ويطلب العفو واللطف ولا يقول سادخل بعملي رغم عمله كل صالح. ف وكثير من الحديث يبين هذا من هذه النقطه. فبالتالي الانسان ينتبه ما يجيش الشيطان يلبس عليه ويخليه في ضلال مبين هو ماشي باله مريك. قال اذ لا يجب عليه لاحد فعله ولا يتصور منه ظلم، ذكرها وعاودها كرر المساله، ولا يجب لاحد عليه حق. فما حتى واحد عنده حق على الله ابدا؟ الله يتكرم يقول لك اذا فعلت كذا اعطيك كذا، يوفي بوعده، مش حق مكتسب. فهمتوا ولا؟ ربي بكرمي قالك تدعيني ولا تعمل كذا نعطيك ثواب كذا، تصلي ركعتين نافلة عندك بيت في الجنة، يعطيك ربي ما يخلوش وعده. أما مش حق، مش حق مكتسب، مش تصلي ركعتين تقول يا ربي اسمع مش تعطيني الدار ما نعرف شيء. أبدا هذا كلام، هذا هذا فساد في المعتقد وفساد وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. قال وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجاب على ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام لا بمجرد العقل. ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، فوجب على الخلق تصديقه فيما جاءوا به. الله لما قال وعدنا بالجنة بإذنه لا يؤمن يكون في الجنة، لكن قال ليس حق مكتسب. الله أوجب على نفسي أنه يوفي بوعده، مش ولا حق عندك أنت. الله أوجب على نفسي قال أنا إذا تطيع تكون في الجنة، الله لا يخلف الميعاد. فأنت إذا طعت ستكون في الجنة قطعا، إذا طعت ولم تعصي تقوم بأمر يستحق العقاب تذهب إلى الجنة مباشرة. فهذا سيقع قطعا لأن الله أوجب ذلك على نفسه. معنى شو معنى؟ الله جعل ذلك واجب، مش وجب على الله فعل، هو الذي أراد أن يكون من يطيع يدخل الجنة، وبين في القرآن أنه من يطيع يكون في الجنة ومن يكفر يكون في النار.
مش معنى أصبح حق مكتسب لما الله قال لك أنت متيحكم في الجنة تقول لي لا أصبح حق يضي ليس حقك هذا كذا فضل من الله والله بما أنه لا يخلف الميعاد فما وعدك به سيقع ما يجيش ربي لا يغدر الله بالناس أنت طيع وبعد يوم القيامة تقرع كلام في مكان آخر إذا مت على الطاعة والطاعة المطلوبة الله لا 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 يغدر بك ولا يعطيك مصير آخر غير ما وعدك أبدا الله لا يخلف الميعاد لكن ليس حق صحيح أنا نقول المؤمن سيدخل الجنة قطعا إذا مات على الإيمان ليس عليه ذنب يستحق العقاب سيدخل الجنة قطعا ما فيش كلام لكن مش حق مكتسب فهمتوا الفرق ولا الله لأنه الله قال ذلك أن المؤمن سيدخل الجنة الكافر سيدخل النار لا يتغير ولكن ليس حق مكتسب فهمتوا الفرق بين المسألتين قال هنا لا مجرد العقل مش تفكير عقلي احنا بالعقل عرفنا ان هناك جنه او نار كل بالنقل هذه مسائل كنا عرفها الا بالسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اصل الايمان بالانبياء هذا يحتاج للعقل لو النبي يجيب معجزه مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء سالوه قالوا ما نؤمن بك لما تشقنا القمر نصفين النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع كفار قريش ودعا الله الله استجاب له فاشار باصبعه القمر انشق نصفين هذه معجزات الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما انشق القمر اللي عنده عقل شنو يفهم النبي صادق ولا قال لهم انا نبي شنو الدليل نتاعك معجزه صارت المعجزه عملوا ربط عقلي ان معجزته على الصدق مش جبر من ايه قرانيه راه فهذا اسمه دليل عقلي هذاك علاش قال هو لا بمجرد العقل انه نعرف الجنه والنار والامور الغيبيه والثواب والعقاب هذه نعرفها لا بالنقل لكن الأصل الإيمان بالنبي بالعقل يحتاج إلى عقل سليم وتفكير سليم فهذا قال أظهر صدقه بمعجزات الأنبياء شو الدليل العقلي على صدقهم هو المعجزة خاطر هو كان يجيب لهم دليل صدقي آية قرآنية هم مش مصدقين به أصلا فهمت تولي دورة أنا جيت بالقرآن والقرآن يدل على صدقي وهم مش مؤمنين لديه بالقرآن لكن جاءهم معجزة خارج النقل يأمن لأن تجيهم على العقل مريضة فهمت يقول ما انا نبي من الله والدليل على ذلك شنو جيني معجزه كيعطي ربي المعجزه معناه انه نبي بدون احتياج لنص قرآن لا حد شيء نحكي اصل الايمان فالكفار امنوا مش جبلهم قالوا قولوا لا احد الى اخره لا اعطاهم المعجزه الساعه لما منها القران قران المعجزه فلما اعطاهم المعجزه اللي يرى المعجزه يقول الدليل على صدقي انتهى بطبيعه هم كفار قريش كلهم يعرفوا انه صادق وذلك يخاطب بعض الحين بايات قرانيه لم يعرفوا انه صادق فيحب يحير لهم قلوبهم بالقرآن لكن فيهم من استجاب وفيهم من لم يستجب فلذلك في العقيدة هناك أدلة عقلية ونقلية كلاهما في فائدة فهمتوا ولا لأنه أصل الإيمان أصلا كي تخاطب أنت ملحد مش تخاطب بالعقل مش تجيب له آية قرآنية هو كافر بالقرآن أصلا تجيب له من القرآن يقول لك ما صدقش بي تجيب لي منه دليل ما نؤمنش به أصلا كيف مش تخاطب هذا بالدليل العقلي تجيب له أمر عقلي تعطيه كيفاش وجود الله بالعقل بدون الرجوع ساعة النقل يا من هو بوجود ربي يقول ربي هذا بعث اعطانا قران شو دليل القران معجز في معجز وفي كلام لا يقوله بشر وفي ايات لا يقول بها بشر واحداث وقعت لا يقول بها بشر لا تكون تصدر من بشر فهمت ولا لكن اصل الايمان بالله بالعقل لذلك بعض الناس في الاشاعره يستعملوا دليل عقلي يقول لك لا تسبق العقل على الشرع شكون اللي سبق العقل على الشرع العقل عنده مكان والشرع عنده مكان احنا بطبيعه مسلمين نمشي بالشرع يوش ما مور العقل لأنك أنت مؤمن فنقول لك قال الله قال رسول الله وانتهى الأمر الملحد قل له قال الله قال رسول الله منك الغدوة وحسبني كان استجاب لك لأنه هو مش مؤمن أصلا بوجود ربي شيء أمل بالقرآن هو الإله الأنزل القرآن ومش مؤمن بيه شيء أملك بالقرآن هذا حد نيتك فنتخاطبه بالعقل تمشي له بأدلة عقلية من العقيدة من بين أخذناها بعض منها لكن احنا بحكم مبتدئين فنأخذ خاصة المسائل بسيطة فقط لكن في الكتب المتقدمة مش تشوف المسائل العقلية بوضوح وتولي كتب عندك مسائل هذه أي ملحد ما يحكيش معك أصلا تعطيه الحجة انتهى تسكتوا يا يؤمن إذا هدى ربي ولا يقعد متعنف يمشي على روحه يمشي فيه فهمتوا ولا فالدليل العقلي مهم جدا لا. وحتى مع المسلمين اللي عندهم شك في العقيدة وعندهم شك في بعض أمورها يجيلوا بالدليل العقلي المسلم الطايع هذا كبر القرآن والسنة كهو يشد القرآن والسنة وهو مهمكش الله اما اللي يبدا عنده شك وكذا وشك في القران والله كاين والله برشا يقولوا انه النبي صلى الله عليه وسلم كتب ودا شو يسمع في اشاعات منه ومنه هذين نرجعوا له دليل العقل ها يرجع لتين مخر بك التاني الساعه باش تركز في العقيده ومن بعد نعطيكم بعد بقيه المسائل
باهي نكتفي بهذا القدر. الحصة القادمة نبدأ في شهادة رسول صلى الله عليه وسلم، الكلمة الثانية اللي هي كلمة الشهادة، قولوا احنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تو أعطانا ما يتعلق بأشهد أن لا إله إلا الله في العقيدة، اللي هي صفات الله وما يتعلق بها، صفات وأفعال. الحصة القادمة نبدأ إن شاء الله فيما يتعلق بالأنبياء. الإمام الغزالي اختصر هذه النقطة هنا لانفصلها في أماكن أخرى، فمش نأخذها احنا ونفصلوا فيها في بعض مسائل. إن شاء الله الحصة القادمة نعملوا أول حصة، نعمل ملخص للوقت الآن لا يسمح، نعمل ملخص لصفات الإلهية التي رأيناها ذكرها الإمام الغزالي، ثم نعمل ملخص لصفات الأنبياء، نأخذها مع بعض مرة واحدة. ومن بعد نبدأ في السمعيات، سهلة برشا، السمعيات الأمور الغيبية، يوم القيامة ماذا هناك، ميزان الصراط إلى آخره، الجنة النار، هذا معناه فيش إشكال كبير، إن شاء الله نكملوه بيسر وسهولة بإذن الله تعالى. نعم، إذا كان هناك أسئلة تفضلوا في درس اليوم، حول درس اليوم. نعم، معجزة هي أمر خارق للعادة يجري الله على يد نبي. المعجزة تعريفها هي أمر خارق للعادة مقرون بادعاء النبوة في تحدي مع عدم القدرة المخالفين على الاتيان بمثله. المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة أو الرسالة مع ادعاء النبوة أو الرسالة، هذا تعريف المعجزة رأى. خاطر غير الكرامة، كرامة أمر آخر. يعني كيف يفرق الإنسان بين معجزة اللي هي أمر خارق للعادة أجراها الله على يد نبي، وبين أمر خارق للعادة مثلا أجراها الله على يد ساحر؟ الساحر أمر خارق للعادة. فكيف يعني مثلا إنسان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يصفه حاشاه بالسحر بكون الإنسان ساحر، كيف يفرق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي وبين مثلا مسألة خرق العادة لساحر؟ في الخرق العادة فما أنواع من خرق العادة، فما يسمى المعجزة، فما يسمى الكرامة، فما يسمى الاستدراج، فما يسمى الإهانة وغير ذلك من المسائل تتعلق بخرق العادة. شنو هو الضابط فيهم خرق العادة؟ الضابط فيهم الاستقامة متاع الإنسان. بالنسبة للمعجزة، المعجزة تكون في حق الأنبياء، في أمر خارق العادة يصير في حق نبي من الأنبياء ومقرون بادعائه النبوة، هذا اسمه معجزة. الكرامة هي أمر خارق العادة لكن يكون لغير الأنبياء، إنسان صالح ربي أعطاه أمر خارق العادة وهو مستقيم، هذا اسمه كرامة. إنسان فاسد كما الساحر مثلا، الساحر هذا معروف، معناها ساحر بطبيعته يشتبع له الخلفية متاعه، فهو عمل أمر خارق العادة، اشتبه هذا الإنسان حضر الصلاة ولا الساحر لا يصلي. تعرفون الساحر لو ما يكون ساحر لما يكفر في بالكم ولا مش مسلم عاصر، ما يكون عنده السحر وتسخر له الشياطين إلا بالكفر، فما ما يكونش كافر ويصلي، ما يكونش كافر ويصوم، ما يكونش كافر يقرأ يمثل القرآن ويقرأ أبدا. فأنت لما تعرف سيرته هذا أنه إنسان لا يصلي وكذا وصارت له أمر هذا، هذا إما استدراج أو بطبيعة استدراج يتسمى، أو تكون إهانة إذا كان صار أمر خلاف ما يريده كما صار مع مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب مو قال ادعى النبي وقال قالوا راهو النبي صلى الله عليه وسلم عنده خوارق العادة، فما شكون معناه كان أعمى يضع يدي على العين تصبح ترى خير من كانت قبل، فقال لهم هاتوا ها مش نعمل حتى أنا عندي معجزات، جيبوا لي واحد ما عنده مشكلة، جابوا لي واحد أعور عين ما يشوفش به وعين يشوف به ومسح لي ولا أعمى ولا أعمى كما الأعمال والعلم الثاني، هذا اسمه هذا اسمه إهانة، أمر خارق العادة هو صار قدامه، أنا كانت عين جباه ولا تعمي في مسة، أمر خارق العادة لكن اسمه إهانة. لماذا؟ لأنه هذا صار خلاف ما يريده، هو حب بش يولي بصير والعين الأخرى ترجع أمريكا، العين الثانية فسدت، هذه اسمها إهانة، خارق العادة لكن إهانة، هذه لمن يدعي النبوة أو رسالة كذبا والله يجعل خلاف مقصودي. وزاد البئر التي تفل فيها كانت فيها شوية ما شاحت كلها، النبي صلى الله عليه وسلم يطفل الماء يكثر ويصبح حلو، هو لما تفل مسيلمة الكذاب الماء كل شيء حكين فيها شوية ما شيء، فهذا اسمه إهانة. هذا العاصي أو الساحر كما قال أخباها هذا اسمه استدراج، لما يعطي أمر خوارق العادة هذا اسمه استدراج، استدراج معناه بيستدرجه حتى معناه بيخليه حتى حجة أصلا. ففرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج والإهانة، هذو ما غالب الأربع أنواع على الصين، وفما الإرهاص والتأييد إلى آخره، هذه أمور تفصيلية مش لازم نحكي فيها. المعجزة ما لا يقول العلماء تختص بالأنبياء، تصير أمر خارق العادة ومقترن بادعاء النبوة،
الكرامة تكون الأولياء اللي هما غير الأنبياء، كل ما هو خارق العادة تسمى كرامة. بطبيعة ما نقوله كرامة ليكون مستقيم الإنسان. علاش يقول العلماء لو ترى واحد يطير ماشي على الكتاب والسنة، مريقل مع الكتاب والسنة كرامة، مش مريقل شعوذة وسحر. واضح ولا؟ مع الضابط في الأمور خارق العادة راهو الكتاب والسنة، معنا الشرع متاعنا. مش أي واحد يطلع لكم يتفلسف لكم هم درشنو هم نعمل هم نشوف هم نعشنو. وحتى اللي يحكي في أمور متاع مثل الرقية ولا أي حاجة، إنسان راقي لازم سير تكون ملتزم بالدين. مش راقي ترك صلاة، هذا راقي، هذا دجال، ما يصليش وراقي أبدا، هذا دجال وسينغص عليك أكثر من ما يرفع عنك البلاء الذي أصابك. ومعروف تمشي الواحد دجال ما تمشيلوش، يا ريتك ما مشيت نقول لك، تكون عندك عاهة تولي عندك عشرة، يخفف عليك شوية وخاطر بحكم الجنون، ولكن تقعد مربوط به بعد. فبالتالي الإنسان هذا المقياس هو ديما الشرع في كل شيء، باش تفرق كرامة ولا استدراج ولا أمر غير مش مريقل. أشوف الإنسان مع الشرع كيف يمور، إذا مريقل مع الشرع فهي كرامة. الله يؤيد الصالحين بالكرامات، معروفة مفروغ منه. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفافا بذلك كلامة، كما يقول سيدي إبراهيم اللقاني في جوهر التوحيد. وأثبتا للأولياء الكرامة، كرامة ثابتة للأولياء اللي ينكرها إنسان عايش خارج الكرة الأرضية عايش في مكان آخر، كرامات لا تحصل تعد وثابتة قطعا، وحتى في القرن 20 والقرن 21 موجود فيها من الله يطلعنا عليه ونراه، وغالبا من رواج يمكن نراه من هو قريب من الشيخ أو قريب من هذا الصالح. فبالتالي التفريق على مقياس الشرع، حياتنا كامل منضبطة بالشرع، دي الميزان الشرع في أي شيء كبيرة صغيرة، ميزانك هو الشرع، مش ميزانك شنية الأمر خارق العادة ولا اللبسة ولا لا، ميزانك الشرع. الإنسان هذا ملتزم بدينه ويرى من فيه صفات الصلاح وكل صلاة أمر خارق العادة بين ذلك كرامة. طيب إنسان لا علاقة بأمور الدين، أنا اسم بالاسم بر مسلم ما عنده خارق العادة، رأى في المشكل يا استدراج يا أمور أخرى، فتحذر. مش كل ما خرق العادة كرامة ونبدأ الدجالين ردوهم أولياء أبدا. والعلماء ما قالوا ولي إلا ممثبتين في سيرته على شمش وعلى شي يجيب بالتفصيل أكثر من تعرف أنت ولادك تسحبتهم الأولياء كيكا عبثا الواحد سميه ولي وبر ابني عليه قبة وخليه، لا لا لا. فشوفت مثلا اللي عنا في مساكن احنا كل عادهم سيرتهم واضحة ومعروف، منهم المعاصرين في القرن العشرين من المقبل. مش بعض الناس يقول لك ليش كله قال، ولا قال لك اللي وصلك الحديث النبوي هو وصلك زاد التاريخ نتاع العلماء نتاع الصالحين، يعني مش شكك في هذه شكك في الاخرى، شنو الفرق؟ اللي وصلك بالصدق الحديث النبوي يوصلك بالصدق تاريخ العلماء والصالحين، مش يكذب في العلماء والصالحين. انسان صالح هكا ويخاف ربي مش يكذب في شي يجي لفق الواحد، نحكي على العلماء مش نحكي على عوام الناس يكذبوا يشرب الماء يكذبوا، انا نحكي على العلماء. يبدأ عالم كبير صالح معروف بالصلاح تجي يكذب، مش ينسب لنا إنسان يقول هذا ولي ومش ولي، يعرف أنه مش ولي يكذب علينا أبدا. فهذا هو، فالميزان الشرع، ميزان الشرع. حتى بعض الرؤى رأي بعض الرؤى استدراج رأى، في بال واحد رأى رؤية حصل على أمور مريقلة في بالك، فما أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومشكلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم وغاضب عليه، هذه باهية، هذه بكى على حالك معناها. اللي يبدأ يا رب يرزقني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ارزقني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضٍ عني، تنسيش ارزقني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو راضٍ عني، زيدها حتى فما شكون يا رب يرزقني كي جاب غاضب عليه لأنك مش ملتزم بالشرع. هذه يجي يفرح بها، هذه ما تمشي تبكي على حالك. فلذلك دائما الإنسان يستقيم، هذيك أهم شيء في الدنيا الاستقامة. اللي تحب تربح دنيا وآخر استقامة، وما تستناش الكرامات، اللي استنى الكرامات ماهوش مستقيم، اللي يعبد رب من أجل الكرامات ماهوش مستقيم، هذا أخل بالاستقامة كلها، الاستقامة كل نحاها. تعبد ربي لأنه الله يستحق العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يتبع، هذا كهو أكهو. هي تمشي بهذه النية عم تلقى كان الخير، أعطاك ربي كرامة أعطاك ما أعطاكش ماهيش مشكلة، مش الكرامة هي اللي لابد منها باش تدل على صلاحك أبدا. يا ما كبار الصالحين ما مش حتى كرامة ظاهرة، لكن كرامته يكون فيها الجنة في أعلى عليين، هذيك الكرامة، هذيك الكرامة الحقيقية.
موجة في الدنيا خطرت له خارق العادة ولا كما جه ما غير حد شيء ولا كذا لا لا هذيك هو الله يؤيد بها بعض الصالحين بعض أحيان يحب يثبت للناس اللي هما عجاف اللي هما الناس ما تفهمش يقول مرة هذاك أول يصارح شبيكم مكنش فيقين به فيقوا لأرواحكم يورهم كرام فهمتوا علاش كرام الساعة تظهر مش ميلو هو رويلكم توما لا دايرين به لما يزالوا مش فاهمين شيء ومن مخلق لا باش فايقوا مرة إنسان صالح ألزموه واسمعوا منه وتبعوه فيما أخبركم به يعني هو إذا صالح مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول الكرامة للولي وش استفاد منها هلا هو ما يلوش على الكرامة أصلا الولي الحقيقي ما يلوش على الكرامة أصلا يلوش على طاعة ربي يرضى عليه ربي هذا المطلوب كثير كرامة الغالب لما للناس اللي دايرين به مش لهم وكثير من الناس تستقيم وتلزم لأنه معناه كانوا يعتقدوا أنه هذا إنسان كذا وكذا واكتشفوا أنه ولي صالح فالتزموا سمعوا منه ولو أمورهم رجل في أمور الطاعة وأمور العباد معناه يشجعك على العباد شو ولي صالح فايدة اللي تجينها منه أنه يفيدك بأمور ظاهرة لو ينصح ديما ويعطيك ديما نصائح في الدين وكذا وزاد حتى من قلبه يعدي لك الأمور الطيبة زاد يعدي لك معناه بأمور الظاهر يعدي لك بأمور الباطن زاد هذا برشا ناس ما يفهموش لكن كتقرأ وتقدم في علم التزكية تفهم المسألة هذه بل تأثير القلب أقوى من تأثير الظاهر تراه بعينك وتسمع بوزانك فهذا هو فملا المشق خارق العادة رأوا معنا كرامة ونردوها ولي صالح كذا لا أبدا إذا مستقيم طيب مستقيم الإنسان ومريقل مع عباد الله ومع الله عنده طاعته الظاهرة ذي كل مريقلة طيب غير ذلك لا غير ذلك نتحرر ننتبه به طيب هل هناك سؤال آخر نعم أنت شنو ترى شنو تسمي أنا ما قلتش بعض أنا قلت من كلام الله من الكلام الذي أطلعنا الله عليه من الكلام الذي أطلعنا الله عليه الكلام الذي أطلعنا الله عليه نقسموه أجل نقسموه أجزاء منها ما أطلعنا الله عليه أما في حق الله الكلام ما هوش هو معناها أجزاء ولا محاور ولا لا صفة لله أزي. لكن ما أطلعنا عليه منه ما أطلعنا الله عليه هو القرآن تقول بعض الكلام من هذا الحيثية مش من حيثية يعني صفة تتبعض صفة لا تتبعض صفة الله ما نقولوش جزء عنده علم كذا وعنده علم كذا وعلم في كذا وعلم كذا مجموعة علوم جمعها علم أزلي كامل فنحن نطلع على بعض ما أطلعنا الله عليه من كلامه فهمتوا النقطة ولا فهمتها فاش تحكي الأخت غاية ولا فهمتوا إيش باين ما فهمش ميساج وربي فهم هي عندها مش قالت باش نقولوا بعض معنى كلام الله ردينا أجزاء وربي أعطانا جزء من مش هذا المعنى الله أطلعنا على بعض ما أراده مما يريد أن يطلعنا عليه فقط الذي أطلعنا عليه هذا هو من حيث اطلاعنا عليه كمخلوقات مش أنه الكلام فيه أجزاء وكل هذه مسألة رأي بتاع المتقدمين ربي يهديك مش بتش في الوقت مش مشكلة تأول تقرأ كتب مفصل تفهمها بالبيت تأول تشد أنه كلام الله ليس بحرف ولا بصوت لا يشبه كلام مخلوقات بأي طريقة من الطرق كما بينا بقية صفات تشبه صفات المخلوقات كل ليس كمثل شيء والسميع البصير هذه القاعدة بتاعكم تمشيوا بها بحياتكم كاملة نعم بطبيعة الله أراد أن يطلعنا على القرآن فقط من كلامه فقط سين حزب هذو الله يفعل ما يشاء ولكن لابد نعتقد أنه مش القرآن كهو هذا كلام الله وكما ما عندوش كلام أبدا وهذا بنص القرآن كلام الله لا ينتهي قال تجيب سبع أبحر شفت بحر محيطات إحنا محيطات رأي مش شوية تصور كل أحبار تكتب آلاف المليارات من الكلمات أكثر اللي هي قد القرآن ملايين مرات والمليارات مرات لكن الله أطلعنا الله لا يكلفنا ما لا نطيق لو كان أطلعنا ربي على أكثر من ذلك يمكن عشان نجم نحفظه عشان نجم نتبعه الكل فالله أراد يطلعنا على هكا الحيز هذاك النصيب هذاك الذي أراده الله يكفينا بحياتنا يكفينا بشي أرضى عني ربي نحب وكل
يجي يقول قائل ربي ما أطلع ناس على كلام آخر، الله رد كل بيرات الله. يكفينا احنا نحمد ربي عن القرآن، كلام الله معنا ربي يخاطب فينا مباشرة بالقرآن، وانت لما تقرأ القرآن تخاطب الله مباشرة بكلامه، فهذا الإنسان يستشعر وهذا اللي تفيدك، مش لوج فيه كلام هذا وش ما أعطناش كلام آخر، هذا كلام ليس له ولا تقديم ولا تأخير، بل فيه سوء أدب مع الله، اللي يقول ربي ما أعطناش وما قال، هذا سوء أدب هذا سوء. فهمتوا هذا هو. طيب نعم أغذر فعال من صيغة المبالغة، أو فعال تأتي كصيغة مبالغة، فعيل فعال، وساعات حتى بالتاء علامة مثلا، علامة هو علام نقول علامة، كما العلماء نقول علامة، معناها علامة شديد العلم، معناها مبالغة في العلم، فهنا بظلام هي الصيغة نحوية متاع صيغة مبالغة، والعلماء يبينوا ذلك، المفسرين يبينوا، قل إياك أن تظن أن هذه صيغة مبالغة هنا، هذه فقط نفي الظلم، معناها ظلام معناها ظالم في المعنى هذا المقصود، ما ربك بظالم العبيد، المعنى هي الآية ظلام بطبيعة، لكن المعنى ما ربك بظالم ألا يظلم أصلا، خاطر أنت تقرأ ظلام أنت قريت في النحو صيغة فعال من صياغ المبالغة، مش في الحالات كلها، لكن تأتي بصيغة مبالغة، اللي يقرأها هناك ما ربك بظلام معناها ربي يظلمش برشا لكن يظلم شوية، فهمتوا شنو هذا؟ أبدا. فهنا لما يقول ظلام يقول فعال ما يريد يفعل، هذا لأنه فعل، فعل ما هذا فعل ربي دون حد، فتمشي صيغة المبالغة هنا لأنه يفعل ما يشاء، الفعل يتكرر من الله، لا فيش مشكل، لكن تقول ظلام أمر من في حق الله، مش معناه من في المبالغة فقط وأصل الظلم موجود، لا، ما ربك بظلام المعنى ما ربك بظالم، ومعروفة حتى في اللغة العربية تأتي صيغة المبالغة لقصد غير مبالغة، لقصد الفعل الأصلي أو الصفة الأصلية موجودة، معناها في اللغة العربية بنفسها موجودة، فعال تمشي للمبالغة وتمشي لغير مبالغة في المعنى، خاطر فما الاثنين، فأنت تجي في الآية هذه لابد تعرف أن معنى تستعمله، هذاك قيمة المفسرين وقيمة العلماء اللغة العربية، هذاك علاش ما نفسوش القرآن بروسنا، فهمتوا علاش؟ خاطر تجي في هذه تقول ربي مش بظلام معناها ما يظلمش برشا لكن يظلم شوية، خرجت من الملة، إيش عملنا؟ وآيات أخرى نفس الطريقة، لو تأخذها بمعنى الظاهر تفهم وأنت تخرج من الإسلام. تكفر اصلا مش تعاصي بك، فلذلك القران ما نفسروش وحدنا، اقرا كلام المفسرين، اما تسمع من انسان معناه يعرف تفسير وفسلك انسان عالم التفسير ويجب بصفه عامه يكون متمكن في العلم، ولا اقرا كلام المفسرين، مثال هالمفسرين يفسرون كل شيء، والتفسير المعاصر كما الشيخ الشعراوي معناه بسيط في الالفاظ، ما يستعملش الالفاظ معقده، مفهوم تشتق، اقرا يقول بظلام يفسر لك معاني شيخ معه أكثر من اللي قلت، أنا أعطيتكم المعنى العام إجمالي، ويزيد يفصل لكم أمور أخرى، يعطيك شواهد أخرى، يعطيك بعض آيات أخرى كذلك لازم تفهم في إطارها إلى آخره. فهذا إيش معناها؟ أن الإنسان لا يفسر القرآن برأيه بجهل، لأنه يعني مش يقع في كثير المصائب في العقيدة وفي الفقه الأحكام الشرعية. هذاك على الشيء تشتوخ حاجة أنقل كلام مفسري، تخرج كذا من الإشكال، تنقل كلام مفسر من أهل السنة ما عندك حتى مشكلة. أنا جبت كلام يعرف ولا الله أعطاه فقه في تفسير القرآن. فكتجيب كلامه فمش مشكل. بالطبيعة ننتبه وذكرتها قبل، ما تجيبليش واحد شذ على أهل السنة على قول أهل السنة وهم أهل السنة لكن شذ عليهم وجيت تزعلوا لي حجة على الباقية. بعض الأحيان فما مسائل يخالف بعض أهل السنة في مسألة حتى في العقيدة في أمور فرعية في الغالب يخالف، فمش جيت تقول لي هو مفسر معروف من أهل السنة وقال كلام كذا وتخلي 100 مفسر أخرين نعرضوه وردوا عليه، هذا ما يقولش بيه عاقل. إذا واحد شذ في مسألة ولو هو من أهل السنة مش مبتدع هو من أهل السنة لكن مسألة شذ لا غال أخطأ في اجتهادي، مش جيبولي تقول لي هاو فلان قال، إن نعطيك 100 قالوا من كبار علماء الراسخين في العلم وتجيب لي واحد تقول لي هاو وقال، واضح ولا؟ فالإنسان لابد يعرف كي ينظر حتى في كلام العلماء خاصة المفسرين، قد بعض المفسرين يدخل يذكروا الإسرائيليات في تصل من مأخوذة من تورات الإنجيل، هو جائز روايتها لكن لابد تتحرص ترويش كل شيء، الروايات كل ما يتعلق بالعقيدة والأحكام الشرعية لا، مش ترمي مثلا اسم بلاد هذه اسم ملك الموت اسمه عزرائيل مش مشكلة تأخذ من عند أهل الكتاب، هذاك على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من حيث هذه التسميات أماكن الجغرافية كل خون قصص كذا، أما شنو قصص الأنبياء ولا أمور تعلق بسيرة ربي لا، هم دخلها بعضها فهمتوا، فبعض المفسرين ساعات يذكر قصة ما فيهاش فيها إشكال من حيث الشرع، العلماء يردوا عليه
هو من كبار العلماء لكن اخطا في هذيك. مش زين ديفولي تقول لي هاو فلان قال. انا نعطيك مفسرين محقين مدقين وراسخين في العلم ولا حق ودق وثبت المساء نقول لك راهم قالوا هكا وانت تجي تقول لي واحد هاو هذا واحد قال. بالطبيعه اللي يشذ على القول اللي عليه الجمهور من لا ياخذ بقوله سواء في الامور العقديه او الامور الفقهيه هذا معروف. فبعض الناس عاد تجيب له قول يقول لك والله هاو ابن كثير مثلا قال، هاو مثلا الامام الوسي في التفسير قال، هاو الامام فلاني قال في التفسير. انت تو هو قال شفت الاخرين ايش قال وانت ولا يعني كي بينت لك المساله قلت لك راه العلماء يقولوا هيك وانت مشيت لقيت مفسر يقول خلاف الكلام اللي قلته لكم اللي عليه الجمهور. هذه مو شوف الاخرين مش مفسر معناه واحد عنده كل شيء صحيح سليم 100% وهو ياخذ به ابدا. ربي اعطاه الاجتهاد للناس فاللي يخطئ فيها فلان الاخرين يصلحها الخطا او الامر اللي هو ماهوش هو الراجح مش شرط خطا هو يجب يكون امر غير راجح. فالعلماء هذيك خدمه العلماء يصوروا بعضهم بعضا لانهم مش معصومين. فمش عالم معصوم راه المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء راه. لكن يجوز الخطا يكفيه فخر انه يصير عنده خطا ولا اثنين. تفسير القران كان عنده خطا هذا ما تسمى عمل شيء جزء اخطاء في تفسير القران كان مجلدين ما تسمى هذا تسمى معصوم هذا معناه بالمعنى العرفي مش معنى كيف ربي اعطى عمل كذا غلط هذا تسمى خير وبركه. والعلماء يفيقوا بك الأخطاء يقولوا هذا لا هذا قول مجانب الصواب هذا قول ليس هو الراجع ويردوا على بعض العلماء مش احنا احنا ناخذ ما هو حاضر. جاءوا جمهور العلماء قالوا لا ما قاله المفسر كذا هذا لا ليس قول راجع وليس الدليل عليه ما عندوش دليل صح ما ناخذوش به يرد. هاي شنو المشكله ما صار حد شيء لا نطعن في العالم لا قال ولا لا نطعن في الاخرين نقولوا ها فلان يعارضكم لا لابد في المنهجيه الرؤيه نتاعك تكون واسعه لازم ديما واسعه تعنش في الناس كيكا على كلمة ولا على حاجة وما تديش تبع في الشواذ إلا الشذ في مسألة معنا قولوا الشواذ على الشذ في مسألة ولا يكونوا هم علماء أهل السنة الشذ في مسألة يحفظ الشياذ يحفظ اللي يقاسوا عليه مو احنا نقولوا يحفظ اللي يقاسوا عليه أنت تولي تبع في الشياذ معناها ومعروف ما يتبع الأقوال الشياذ كان الفاسق راه المبتدع كل يتبع الأقوال الشياذ علاش فسدهم المجسمة الوهابية وغير خاطر يتبعوا كيف الأقوال الشياذ كل قول الشياذ ياخذوا العلماء كل في جهه وفما قول الشيخ يمشيوا لقول الشيخ اعماهم ربك خذ لي اهل السنه ديما يتبعوا في القول اللي عليه غالب العلماء هذا كان فيه اكثر الصواب واكثر استقامه لانه يعني مؤيد الجماعه ربي ايدها مش كما واحد فهمتوا النقطه ولا فالعلماء مع بعضهم معصومين العلماء كنجمع مع بعض معصومين العصمه للنبي كفرد معصوم بفرده وعصمه لعلماء المسلمين لا يجتمعون على الضلاله فهمتها فما يجوش العلماء الكل يجتمعوا على حاجه خاطئه ابدا علماء المسلمين مستحيل تلقى 99% واحد اخطا تلقى 90 و10 اخطا يجي ماشي مش تلقى 50% صح 50% غلطين ابدا ولا 40% صح ولا 50% 60% غلطين ابدا فهمتوا ولا فالعصمه عامه هذه اسمها عصمه عامه لعلماء المسلمين ولذلك ديما تبع قول الجمهور فهمتها تو ديما احرص تبع قول الجمهور بطبيعه بعض الاحيان ناخذ قول اللي هو مش قول الجمهور لكن قول معتبر هذاك المفتي يعطيك القول مش واحد يتصنب اما في العاده ناخذ قول الجمهور خاصه في مسائل العقيده مسائل كبرى قول الجمهور اذا 100 عالم قالوا قول وجاء واحد قال خلاف وردوا عليه انتهى يطرح قول فهمتوا ولا ما دام ردوا عليه انتهى لو وافقوا قالوا ميساش قول يحتمل ميساش ناخذ بهذا وبهذا ساعات تفسير القران ايه ساعات يفسرها باربع معاني مختلفه ولا واحده كي الاخرى ولكن الاربعه مقبولين يعني ماشيين مع العقيده ماشيين مع الشرع ما خالف الشرع في حد شيء يقبلوا الاربعه لكن لو واحد شذ وردوا عليه قالوا هذا كلام لا يصح ولا لا يليق ولا كذا يترد. هذه هي النظره ما نطولش عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غدوه ان شاء الله الحصه الاخيره نواصلوا فيها كما قلت فيما نسالت النبويات والسمعيات بعد نفتح مجال الأسئلة ويمكن نعمل حتى تحبوا حصة أخرى كان نعمل فيها هكا معناها الأسئلة واستفساراتك خاطر الوقت المشكلة ما يسمحش برشا أسئلة يعني عندي ارتباطات ممكن حتى إذا كان حصة غدوة قعدنا فيها وقتها ونأخذها للأسئلة تعلق بمسائل العقيدة وإذا حتى ما كفاش الوقت يوم غد ممكن نعمل حصة أخرى مستقلة فيما يتعلق بالدورة نجم نعمل نهار السبت هو مستحسن نعمل نهار السبت خلي مرة واحدة وان شاء الله اذا ربي يسر يمكن نعمل برنامج في المولد ان شاء الله في المولد بطبيعه برنامج السيره باش نعملوها السيره هاي. مولد النبي صلى الله عليه وسلم اهم حاجه السيره الشمائل والسيره وكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم